بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. زي ما تعودنا كل يوم حد وأربع بنكون مع بعض من 8 ل 9 ونص عشان نتناول أهم الأخبار اللي حصلت على الساحة الرياضية داخل جدران النادي الأهلي محليا وأيضا عالميا. زي ما تعودنا النصف الأول من حلقتنا مجموعة من الأخبار، والحقيقة النهاردة ما عندناش أخبار كتيرة لأنه يمكن أخبارنا متعلقة أكتر بالمنتخبات، وفي بعض الدوريات الخاصة بالفرق عندنا في النادي الأهلي متوقفة لمشاركة المنتخبات، فالحقيقة أخبارنا النهاردة مش كتيرة إنما مهمة. طيب النصف الثاني النهاردة هيكون عن الجمباز. عندنا في النادي الأهلي حدث مهم حصل يوم 30/12، يعني بنتكلم من حوالي أسبوع بالظبط، وهو فوز فريق الرجال للجمباز في النادي الأهلي ببطولة الجمهورية سواء فردي عام أو فرق، والحقيقة ده يعني إنجاز كبير، خاصة النادي الأهلي موفر للجمباز الكثير من الإمكانيات. عندنا النهاردة صالتين جمباز، صالة في الشيخ زايد وصالة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة فيهم أعلى الأجهزة، عندنا مجموعة من اللاعبين الجيدين جدا، عندنا طبعا رئيس الجهاز الدكتور محمد فؤاد أحد أكفأ طبعا الشخصيات الرياضية في مجال الجمباز. فالحقيقة الجمباز عندنا يعني عامل شغل كويس وماشي بشكل جيد وبيضم قاعدة عريضة جدا من اللاعبين سواء أعضاء الجمعية العمومية أو كمان اللاعبين المميزين من خارج النادي. حلقتنا النهاردة هيكون احتفال بمجموعة اللاعبين دول، هنتكلم معاهم، هنشوف كمان إزاي قدروا يوصلوا لده، وعشان نقرب أكتر من الجمباز لأن أكيد في يعني الكثير من أعضاء الجمعية العمومية والمتابعين يهمهم أكيد اللعبة دي لأنها بتنتشر بشكل كبير، لعبة الجمباز الحقيقة في مصر. خلينا أقول هيكون معانا طبعا كابتن عمر عريضة مدرب فريق الرجال، وهيكون معانا أربع لاعبين من يعني من المميزين في الفريق، هيكون معانا عبد الرحمن محمد، هيكون معانا يحيى عصام ومحمد مختار ومروان عصام، أربع لاعبين من فريق النادي الأهلي واللي كان ليهم دور كبير في الفوز ببطولة الجمهورية. طبعا زي ما حضراتكم متابعين وأكيد يعني عارفين دلوقتي مباراة منتخب مصر وتنزانيا بتتلعب، نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر، يمكن منتخب مصر يعني متقدم حتى الآن بهدفين تريزيجيه وضرب الجزاء لمحمد صلاح، ويتبقى تقريبا حوالي دقيقتين أو ثلاثة من الوقت الضايع، نتمنى طبعا كل التوفيق لمنتخب مصر، دي التجربة الأخيرة قبل السفر لكوت ديفوار لبطولة أفريقيا، اللي بنتمنى أكيد لمنتخب مصر كل التوفيق، بطولة مهمة مش مؤهلة لحاجة ولكن بطولة هيتابعها الملايين على مستوى العالم، مهم جدا مصر تظهر بشكل جيد، وطبعا أكيد كلنا تابعنا طبعا زيارة سيادة الرئيس لتدريب المنتخب وقد إيه هي بتحظى باهتمام كبير طبعا هذه البطولة والمنتخب، نتمنى كل التوفيق ونتمنى كمان أن المنتخب يظهر بالشكل اللائق، يعني مش بس الفوز، لا أنت محتاج فوز كمان وأداء. كل التمنيات والتوفيق لمنتخب مصر كرة القدم، البطولة مش سهلة، بطولة صعبة، كل الفرق الأفريقية يعني رايحة بهدف الحصول. يمكن كنت بتكلم مع زمايلي في الإعداد قبل الهوى يعني كنا بنتكلم المنتخب مصر في العادي في كرة القدم أداؤه بيعلى في البطولات المجمعة، يمكن الماتشات اللي رايح جاي أو ماتشين وبعد كده بنتفرق المنتخب بيكون أداء أقل بكتير لما المنتخب بيكون قاعد في معسكر أو قاعد في بطولة وأداؤه بيتطور ماتش بعد تاني، يمكن على مدار التاريخ كان دايما منتخب مصر بيتطور بهذا الشكل. هنروح لخبرنا الأول في النصف الأول من حلقتنا، ومنتخب كرة اليد واللي أنهى يعني مشاركته في الدوري الذهبي واللي طبعا اتلعبت في الدنمارك، هذه البطولة اللي كان بيشارك فيها ثلاث فرق يعني كبار على مستوى العالم، والحقيقة منتخب مصر أدى في هذه البطولة بشكل رائع ونتائجه تتحدث عنه. خلينا نتكلم عن نتائج المنتخب في مشاركته في الدوري الذهبي. يمكن أول مباراة فاز على منتخب النرويج بنتيجة 28-23، دي المباراة الأخيرة، المباراة الأخيرة كان الفوز على منتخب النرويج، وكانت مباراة صعبة جدا الحقيقة، ومنتخب النرويج العنيد، يمكن ده فوز تاريخي لمنتخب مصر على النرويج، أما أنا ما افتكرش الحقيقة خلال فترتي ومتابعتي لكرة اليد بعد ما طبعا تألقت من التسعينات أو من أول الألفينات، ما افتكرش إنه منتخب مصر استطاع إنه يفوز على منتخب النرويج في أي مرحلة من المراحل، ولكن النهاردة منتخب مصر بيفوز فارق 5 أهداف على النرويج بفارق طبعا كبير. طبعا الماتشات اللي كانت قبل كده كان مع هولندا في افتتاحيه البطوله بالنسبه لمنتخب مصر وفوزنا 30-28، وبعد كده خسرنا قدام الدنمارك 34-31. طبعا منتخب مصر ادى بشكل كويس، وخصوصا طبعا سداسي منتخب مصر من النادي الاهلي ادوا اداء جيد جدا. طيب مين السداسي اللي مشارك مع منتخب مصر؟ ابراهيم المصري، عبد الرحمن فيصل، احمد عادل، محسن رمضان، احمد هشام سيسه، احمد خيري، وطبعا علي زين اكيد لاعب النادي الاهلي. احنا بنقول اللعيبه اللي موجودين دلوقتي في قائمه النادي الاهلي، ولكن هناك يعني 2 لعيبه يعني من قائمه المحترفين طبعا ولاد النادي الاهلي او يمكن 3 كمان.
المنتخب يستعد لبطوله كاس الامم الافريقيه رقم 26 اللي هتتلعب في القاهره في الفتره من 17 ل 27 يناير، وزي ما حضراتكم عارفين بيتاهل منهم مجموعه لكاس العالم او بطوله العالم التاليه على طول، فاذا دي مؤهله لبطوله عالميه. طبعا ده اللوجو بتاع البطوله او يعني تميمة البطولة، وهي طبعا على شكل الفرعون اللي بيميز أكيد طبعا بطولاتنا اللي دائما أبدا بيكون قاسم مشترك، هو الستايل أو الزي الفرعوني. طيب مجموعة منتخب مصر هتكون إيه في بطولة أفريقيا؟ زي ما حضراتكم شايفين غينيا، الكاميرون، الكونغو، برازافيل. إيه المتوقع علينا؟ متوقع إن إحنا إن شاء الله كل فوز هنقابل بس تونس، وهي المباراة اللي هتبقى أكثر صعوبة شوية، بس إن شاء الله بالمستوى اللي أنا شايفه ده لا إحنا نكسب بكل سهولة وبكل أريحية. مين بيقود المنتخب؟ بيقود المنتخب خوان كارلوس باستور المدير الفني الأسباني، وزي ما حضراتكم عارفين المدرسة الأسبانية مشيت بشكل كويس مع مصر خاصة النادي الأهلي، يعني عندنا الثلاث كوتشات في النادي الأهلي أسبان، سلة طايرة يد أسبان، منتخب مصر أسباني لكرة اليد، يعني المدرسة الأسبانية بتمشي كويس جدا مع مصر، يمكن تشابه النمط الجسماني، تشابه الفكر، احنا كلنا دول البحر الأبيض المتوسط، فهتلاقي فيه يعني بنتشاطئ نفس البحر، فهتلاقي نفس الطباع، احنا إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، هتلاقي شمال أفريقيا كله، فبتلاقي العادات والتقاليد قريبة، فبتلاقي أي مدير فني بيجي ما بيتعبش، غير لما تجيب حد مثلا من كوبا أمريكا، تجيب حد من أمريكا، لا بتبقى الدنيا بتاخد وقت لغاية ما يخش ويبتدي يفهم الدنيا ماشية إزاي. طيب ده كان خبرنا الاول، خلينا نروح للخبر الثاني. هيكون معانا فريق كره اليد سيدات، وكان عندهم الحقيقه مباراه مهمه وديربي مع نادي الزمالك. المباراه الحقيقه كانت شهدت في الشوط الاول تراجع شويه في الاداء لفريقنا، وانتهى بفوز طبعا الضيوف. كانت المباراه كانت على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، ودي صور من اللقاء. النادي الاهلي بدا في الاول شوط يمكن اداء وتراجع شويه في المستوى كان، وانتهى لصالح الضيوف 15-13. الآن يعني يستعيد بين الشوطين الفريق طبعا قوته تاني وتركيزه، واستطاع انه يفوز بقى فرق كبير، حاول تأخره فرق هدفين لإنهاء المباراة بفارق كبير، ويعني لو حسبناها يعني المباراة خلصت 26-22 يعني فرق 4 أهداف، وانت كنت متأخر هدفين، فإذا معنى كده الشوط التاني انتهى وانت متقدم فرق 6 أهداف. فطبعا الترانسفير الكبير ده اكيد بيأكد ان انت فرقة تستطيع انها تحول النتيجة في اي وقت. فريق السيدات ماشي بشكل كويس، مشاركتهم الافريقية استفادوا منها جدا في سنتين متتاليتين، سواء البطولة اللي كانت في نفس الصالة صالة الامير عبد الله الفيصل السنة اللي فاتت ابطال الكؤوس، او ابطال الدوري اللي اتلعبت في افريقيا يعني من شهرين تقريبا، استفادوا جدا من هذا من هذه المشاركات. مش بس كده، كمان الاستقرار الفني والاداري، وطبعا بيقود الفريق كابتن محمد عادل زولا الحقيقه اللي عامل شغل كويس مع الفريق والجهاز الفني بالكامل. طيب فريقنا النهارده ماشيه بفوز كامل الحمد لله رب العالمين بكل المباريات، يعني العلامه الكامله، تاهلنا للدور اللي بعد كده بصرف النظر عن انتظارك لمباريات المرتبط. الحقيقه انت عندك مواليد 2006 المرتبط مع الفريق الاول، ولكن انت مش مستني نتائجهم، انت من غير النتائج انت ضمنت التاهل بسبب فوزك في جميع مبارياتك حتى الان. بالمناسبة احنا لعبنا مباريات الديربي حتى الآن، يعني في الفترة اللي فاتت من بداية الموسم 7 ديربي مع نادي الزمالك، نادي الأهلي يعني 7 مباريات ما بين كرة يد وكرة يد رجال وسيدات وكرة سلة، ولسه الطائرة ما لعبتش، ولكن يد رجال وسيدات وسلة وسلة رجال. الثلاث مباريات أو الثلاث أفرع دي كانت يعني المباريات اللي اتلعبت 7، النتيجة للنادي الأهلي 7 من 7، يعني 7-0 فوز للديربي حتى الآن في المباريات من بداية الموسم حتى الآن. طبعا لسه هتيجي تباعا يمكن بعد ما يبتدي طبعا دوري السوبر لكرة السلة، وبعد ما يبتدي كمان دوري الكرة الطائرة والبلاي أوف، أكيد العدد ده هيزيد، مرشح يوصل لحاجة و20 مباراة، ولكن حتى الآن نتيجة أو نتائج مباراة الديربي بيننا وبين نادي الزمالك 7-0 حتى الآن. نتمنى كل التوفيق أكيد للنادي الأهلي، ويأكد ريادته وتفوقه في الكثير من الألعاب. طيب كان في لقاءات وتصريحات مهمة للفريق، طبعا فريق الرجال، فريق السيدات لكرة اليد، سواء الجهاز الفني أو اللاعبات. خلينا نشوف صراحة يقالوا إيه بعد الماتش وأرجع لحضراتكم تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحمد لله ربنا كرمنا النهارده المباراه رقم 14، ودي كانت مرحله مهمه جدا بالنسبه لي ان انا عشان اخش الدوره المجمعه اللي جايه اللي هي الدوره الرباعيه لحسم الدوري، كسبان الفرق كلها اللي هي هتخش معايا المربع المباراتين، لان السنه دي بخش بالنقط بتاعتي، يعني انا الحمد لله داخل الدوره المجمعه معايا 6 نقط، بقيه الفرق كلهم بقى مخبطين مع بعض، ممكن يخش معايا بنقطتين او 3 نقط، فكان مهم ان انا اخلص ماتش النهارده.
الولاد عندي كانوا مشدودين او مشحونين شويه على الشوط الاولاني، ما كانوش في احسن حالاتهم، مستوياتهم ما كانتش ظاهره. دخلنا اتكلمنا مع بعض بين الشوطين، التوتر ابتدى يقل، ابتدوا يلعبوا. في الشوط الثاني الحمد لله قدرنا ناخد المباراه ونكسب المباراه. انا الشوط الاولاني الحقيقه كنت شايف الفرقه بتاعتي كلها مش موجوده، يعني كلهم في اقل من 50% من مستوياتهم. كل اللي موجودين في الملعب تقريبا، انا الشوط الاول لعب ب 12 لعيب، ال 12 لعيب عملوا اخطاء وخطا واثنين وثلاثه. فحضرتك تخيلي ان الشوط الاولاني مثلا انا عامل جوه الشوط حوالي ما بين 30 ل 35 خطا، فطبيعي جدا ان انا كنت ابقى خارج خسران وما كانش ادائي احسن حاجه. زي ما بقول لك بين الشوطين اتكلمنا مع بعض والتوتر راح من عند اللعيبه وحسوا فعلا ان هم مقصرين. الشوط الثاني بذلوا مجهود كويس وكانوا مركزين اكتر في اللعب، مش احسن حاجه لكن الاخطاء قلت وقدرت احسم المباراه، وده كان الهدف ان انا اكسب المباراه. دايما ماتشات الاهلي والزمالك بيبقى فيها شويه توتر وفيها شويه عصبيه، فالحمد لله يعني قدرنا نفوز بالمباراه الحمد لله. طبعا يعني بشكر الجماهير والاداره بتاعت النادي اللي بتدعمنا على طول، اعضاء مجلس الاداره بيحضروا لنا التمارين، وكابتن خالد العوض مدير النشاط الرياضي على طول بيبقى موجود معانا، وكل الناس بتدعم الفريق، والحمد لله يعني احنا لغايه دلوقتي مشرفينهم بامر الله نقدر نحقق الثنائيه زي السنه اللي فاتت الدوري والكاس باذن الله. انا اللي جاي عندي دوره مجمعه، دورتين مجمعتين، كل دوره ثلاث مباريات، يعني فاضل لي ست مباريات في الدوري ومربع الكاس مباراتين. ان شاء الله رب العالمين ثمان ماتشات دول ببطولتين، وبامر الله الفرقه هتبقى عند حسن ظن جماهيرها وادارتها ونقدر نفوز بالبطولتين باذن الله زي السنه اللي فاتت ان شاء الله. مبسوط جدا من دعمهم وبتمنى دايما ان هم يدعمونا، لان احنا من غيرهم ما بنعرفش نعمل حاجه. الجمهور دايما بيبقى مساند الناس وهو اللي بيشجعهم وهو اللي بيأزرهم، بشكرهم مره واثنين وثلاثه وعشره، وان شاء الله دايما يبقى في ظهرنا وان شاء الله دايما نقدر نفرحهم باذن الله. هو طبعا الماتش كان احنا كده كده الحمد لله كنا حاسمين المركز الاول في الترتيب، بس الماتش ليه معاني ثانيه عشان ماتش اهلي وزمالك، فكان فوز مهم وان احنا ندخل الدوره مجمعه بالنقط كامله قصاد كل الفرق، فكان ليه ماتش كان ليه يعني توابع ثانيه وعوامل ثانيه، بس الحمد لله ربنا وفقنا الحمد لله كسبنا. احنا الحمد لله مطمنين ان شاء الله الحمد لله احنا هنكسب، بس المفروض كنا نبذل مجهود من الاول، ما كناش موفقين شويه كان في عدم تركيز وعدم توفيق، بس لمينا نفسنا ولمينا بعض بين الشوطين والحمد لله قدرنا نعوض وكسبنا في الشوط الثاني. اللي جاي مرحله ما ينفعش ما تقبلش الاسم على اثنين، وهي اصلا يعني احنا بنتعب طول السيزون عشان المرحله الجايه هي اللي هتحسم لنا الدوري، وان شاء الله في الدورتين المجمعتين نقدر نحسم الدوري في الاول باول ثلاث ماتشات ان شاء الله، وان شاء الله نكسب الدوري. يعني زعق وبعد كده يعني زعق في الاول، بعد طبعا لم الدنيا وحفزنا وقال لنا لازم نكسب وما فيهاش هزار، واحنا اللي بايدينا نكسب وبايدينا نخسر، فكان لازم نلم نفسنا ونفوق نفسنا ونفوق بعض عشان ما ينفعش، ما كنا كان لازم نفوق نفسنا بين الشوطين عشان ما نفوقش متاخر. الحمد لله والله بشكر طبعا الجهاز الفني واللعيبه كلها على المجهود اللي بذل النهارده. الشوط الاولاني ما كانش عندنا توفيق شويه، ضيعنا كتير قوي وانا كمان ضيعت وكده، فالحمد لله قدرنا نعوض نفسنا نجمع نفسنا الشوط الثاني الحمد لله. البدايه عندنا ما بتبقاش احسن حاجه والحمد لله قدرنا نقفل على نفسنا الشوط الثاني وقدرنا نعوض وقدرنا نكسب الحمد لله، عشان ده مش ادائنا يعني طبعا ده مش ادائنا، واحنا المفروض ان احنا في فرق بيننا وبين اي فرقه احنا بنلعبها وكده، يعني زي ما بقول لك برده انت كل ماتش ليه حساباته، ده اهلي وزمالك برده ديربي وكده. فطبعا دخلنا ما بين الشوطين وفي الاهلي كمان ودخلنا ما بين الشوطين، فالدنيا ما كانتش احسن حاجه. الكابتن قال لنا الحاجات دي احنا المفروض كنا مذاكرينها في الفيديو وكده، في حاجات ما عملناهاش يعني وكده، ما عملناهاش الشوط الثاني الحمد لله فرقت معانا كتير. ان شاء الله عندنا راحه، المفروض احنا عندنا مجمعتين هنبداها، احنا اول الدوري كده هنلعب مجموعتين، المجموعه الاولانيه هتبقى في نادي الزمالك عشان هو طالع ثاني المجموعه، والمجموعه الثانيه هتبقى عندنا ان شاء الله. ان شاء الله من المجموعه الاولانيه احنا طالعين فرق كام نقطه، ان شاء الله نقدر نكسب الثلاث ماتشات اللي هو زمالك وسموحه وسبورتنج، ان شاء الله نقدر نحسم الدوري من المجمعه الاولانيه ان شاء الله. شكرا لدعمكم لينا ودايما في ظهرنا، ان شاء الله نوعدكم ان شاء الله النتائج بتاعتنا تتحسن والاداء بتاعنا يتحسن ويكون التوفيق لينا كله ان شاء الله. على فكره التصاريح او التصريحات اللي يعني بتقولها اللاعبات او اللاعبين او حتى الاجهزه الفنيه بتقربنا اكتر، يعني يمكن انا شايف التقرير او اللقاءات دي وبستمتع، لانه النهارده كابتن محمد عادل زولا هو عارف هو بيقول ايه، اولا يعني دعم النادي متواصل وان النادي موفر له كل شيء، فده في حد ذاته رساله للجمهور ان انتوا اطمنوا على فرقتكم. الحاجه الثانيه انه بيطلب دعم الجماهير، اكيد دي حاجه مفروغ منها. الحاجه الثانيه انه
يرجع ليه الاداء في الشوط الاول ما كانش بالشكل اللي احنا منتظرينه واللي هو مفروض يكون عليه الفريق؟ قال لك التوتر، وده وضع طبيعي جدا. ماتشات الاهلي والزمالك في اي شيء بيبقى فيها بعض التوتر البسيط في الاول. الحاجه الثانيه، لما شفنا النصر عيد عبد الملك وهي بتتكلم بتقول يعني ان احنا قفلنا على نفسنا في الشوط الثاني واشتغلنا، وده كان نتيجه فرق او التقدم فرق 6 اهداف، ان تتعوض تاخرك بهدفين لتقدم ب4. فكل دي تجارب كويسه وكل دي امور جيده. اتكلمنا عن المتبقي من الدوري، ودورتين مجمعتين مهمين جدا، ومش محتاج طبعا افكر حضراتكم ان هذا الفريق هو بطل الدوري والكاس الموسم الماضي، حاله حال فريق الرجال، هو بطل الكاس والدوري. مهم جدا يحافظوا على هذا التفوق. زي ما قلت لحضراتكم احنا بنتكلم في شهر يناير 3-4 شهور، وهتلاقي الدنيا يعني احنا بنتكلم النهارده ان احنا في النصف الثاني، في الثلث الاول من النصف الثاني من الموسم بالنسبه لكل الفرق. مهم جدا جدا كل الفرق تخش في مود البطوله، يعني ماتشات الحسم قربت. كل التوفيق لفريق طبعا اليد سيدات. هنروح لفريق الرجال كره السله، والحقيقه اللي بيتحط في امتحان صعب. قبل ما اقول الخبر او مبارياتنا اللي جايه، فريق كره السله الدوري توقف لمشاركه المنتخب في البطوله العربيه، وبالمناسبه طبعا بنبارك لمنتخب مصر والاتحاد المصري بقياده الكابتن او الدكتور مجدي ابو فريقه الفوز بالبطوله العربيه بدون ولا هزيمه بعد المباراه النهائيه اللي كانت قدام المنتخب الليبي الشقيق. الحقيقه طبعا اكيد بنبارك له وصوله للمباراه النهائيه وحصوله على المركز الثالث، وفريقنا ومنتخب تونس اللي حصل على المركز الثالث. احب اقول انه الدوري توقف شويه، مشاركتنا العربيه جاي كانت ناجحه، بيقود المنتخب طبعا وائل بدر وسولي المدربين ومعهم كابتن رامي جنيدي. ولكن انا بتكلم عن النادي الاهلي النهارده بيتحط في اختبار صعب. طب ليه بيتحط في اختبار صعب؟ عشان الاصابات، وهو ده اللي كنت دايما بقول يعني ربنا يبعد عنا شر الاصابات، لان الكابوس اللي دايما بيطارد اي فرقه وبيبقى بيطارد اي مدير فني في احلامه هي الاصابات. النهارده الفريق بيتعرض لاصابتين، والاصابتين للاسف جايين في نفس المركز. النهارده عمرو زهران رباط صليبي، واللي بيستعد لاجراء العمليه وكان ضيفنا في من حلقتين او من حلقه بالظبط، انه بيستعد بعلاج طبيعي عشان يستعد للعمليه اللي هيجريها هنا في القاهره عشان يوفر الوقت او يضغط الوقت سريعا في عودته للملعب مره اخرى. ما انتظرش السفر للخارج، وطبعا النادي الاهلي اكيد لو حالته كانت تستدعي السفر للخارج اكيد ده كان هيحصل. طيب ايه الاصابه الثانيه؟ مؤمن خيري. مؤمن خيري تعرض لاصابه في مشط قدمه، والحقيقه هيجري غالبا عمليه كمان اسبوع احتمال كبير، و يا رب ان شاء الله ما يحتاجش يعملها، ولكن دي التقارير الطبيه اللي جايه من النادي، وللاسف دي هتخليه يغيب من شهر ونص لشهرين. فالنهارده انت عندك 2 في مركز يعني الشوتينج جارد ومركز سمول فورورد او الجاردات عندك بيغيبوا النهارده، والقايمه اصلا عندك 14 لاعب، فانت النهارده بيغيب عندك 2. كان عزب مش موجود، يمكن عوده عزب ممكن تغطي شويه غياب واحد من الاثنين، ولكن انت عندك النهارده مشكله. النهارده انت بقيت 12 لعيب قبل ما تبتدي اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم، انت مش فرقتك مش كامله، وللاسف الاصابتين دول بنسبه كبيره بره بقيه الموسم. فالنهارده انت عندك ازمه كبيره بتحط او اختبار بتحط فيه مستر اجوستي. طب العلاج، العلاج ايه؟ العلاج وضح وبان، وهقول لكم ايه العلاج اللي بيعمله مستر اجوستي. يمكن انا من متابعتي الدقيقه الحقيقه من جوه النادي وتواجدي في النادي من فتره لاخرى، يعني يمكن تقريبا يومين بكون جوه النادي، مستر اجوستي صعد كل الناشئين اللي كان بيصعدهم قبل كده وزياده، يعني وصل لغايه يمكن 2008 بدا يصعد منهم لاعبين. اكيد مش هيلعبوا 2008 وممكن 2007 كمان مش هيلعبوا، ولكن النهارده هو لازم يبص يعني بشكل اكتر ويدي فرصه اكتر وتركيز اكتر على دول، على اللعيبه الصغيرين اللي هم بروميسنج ممكن يلعبوا. فاكيد الفتره الجايه هنشاهد مشاركات في الملعب. طب الحل الثاني من الصغيرين، الحل الثاني اللي هيلجأ له مستر اجوستي بوش انه هيدور لعيبه اكتر. لازم ملهاش حل ان انت النهارده لو كان ده كان بياخد 10 دقايق، لا اديله 12 دقيقه. طلع اللعيبه الصغيرين خليهم ياخدوا وقت برضو تدورهم. الفتره اللي جايه دي، الماتشات اللي جايه دي مش مهمه جدا، يعني انت عندك ماتشات رايح جاي، 7 مباريات رايح جاي هتلعبهم عشان تترتب. ادي للعيبه زي ما انت عايز، مش مهم خد اول تاني تالت مش فارقه، ما انت في دوري المرتبط خدت تاني واصطدمت بنادي وخدت سكه صعبه، صمت بنادي الزمالك ونادي الاتحاد وصلت سموحه في الفاينل، فانت كده كده عايز تاخد البطوله لازم هتصطدم. ولكن اختبار صعب، اختبار صعب لوجود اصابات، ولكن كلنا ثقه ان شاء الله في اللعيبه اللي موجوده. ويا ما حصل ان تعرضوا للاصابات، ولكن ما كانتش اصابات طويله كده، يعني يمكن دي اول اصابات وخارج عن الاراده. عمرو زهران في المنتخب ومؤمن طارق خيري في تمرينه مع النادي، الف سلامه. طيب النادي الاهلي عنده اول مشاركه، ايه عنده اول مشاركه؟ مع نادي الطيران. ال 16 فريق اللي طلعوا من دوري السوبر، من دوري المرتبط اللي احنا بطله، اترتبوا من 1 ل 16. عشان تتأهل للثمانيه الكبار، الاول بيلعب ال 16 والثاني بيلعب ال 15، بيلعبوا من نظام الادوار الاقصائيه بيست اوف 3.
فالنهارده هيلعبوا اللي هيفوز بمباراتين هيتأهل للثمانية الكبار، واللي هيخسر هيرجع يرتب مراكز من الثمانية من التاسع لل 16. طيب احنا هنلاعب مين؟ هنلاعب الطيران. أول مباراة إمتى؟ أول مباراة بكرة إن شاء الله الساعة 6 المغرب على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. مهيب مثلا اللي في الصورة دي مهم، هياخد وقت أكيد أطول الفترة الجاية، يعني النهاردة أنت محتاج تدور اللعيبة بشكل كويس، وأكيد مستر أجوستي بوش طبعا يعني مش محتاجين نقول الكلام ده، يعني هو أصله يعني أصلا هو اللي ابتدع ده وهو اللي شغال على ده. طيب اللي عايز اقوله انه لو كسبنا المباراتين دول، طب المرتبط معاك؟ لا شكرا، المرتبط ده طبعا الجهاز المعاون ومستر اجوستي والجهاز المعاون كله طبعا في الفريق الدرجه الاولى. اللي عايز اقوله كمان انه المشكله عندك كمان ان الفرق الثانيه بتتحسن، يعني نادي الزمالك شهد تغيير جهاز فني طبعا بعد تغيير كابتن احمد مرعي وتولي المسؤوليه كابتن وائل بدر، اكيد بيكون في بوش وفي دفع معنويه والكلام ده كله. عندك نادي الاتحاد السكندري خسر بطولتين النهارده، او خسر بطولتين، بطوله عربيه والنادي الاهلي هو الاقصى من البطوله العربيه، وكمان بطوله المرتبط والنادي الاهلي نجح هو يفوز منه. فالنهارده هو نادي الاتحاد معنويا هيبقى عنده استبسال اكتر في دوري السوبر. عندك الباسكتبول افريكان ليج اتحدد له كونفرنس او النايل كونفرنس او تصفيات مجموعه النيل، هتكون في القاهره في ابريل بعد رمضان على طول، هتبقى في صاله المجمع الدكتور حسن مصطفى. والحقيقه انا عايز اقول لكم ان الواحد بيكون سعيد جدا لما بيسمع عن المنظمات الكبيره الرياضيه دي وهي بتنظم بطولاتها في مصر وان هي بتيجي تعملها في مصر. صدقوني البنيه التحتيه الرياضيه في الدوله المصريه شهدت طفره غير مسبوقه غير مسبوقه. كان احنا عندنا استاد القاهره وبعض الصالات المتفرقه في بعض الاماكن، وما كانش عندنا البنيه التحتيه الرياضيه الرهيبه اللي حصلت فيها التطور في 7-8 سنين. الاد فاليو الكبيره اللي حصلت في البنيه التحتيه دي اكيد وانت مغمض لو تبعوا كمان شغل مع الاتحادات وشغل مع المنتخبات ودعمها، مصر الرياضيه هتبقى في حته تانية. وده اللي يطمعنا ان احنا ليه لا ما نسعاش ان احنا ننظم اولمبياد ونبتدي حتى ان شاء الله بالاولمبياد الافريقيه، دوره الالعاب الافريقيه نبتدي بيها كسامبل او كنموذج مصغر لاولمبياد الكبيره. النهارده ليه ما نبتديش؟ فانت النهارده البنيه التحتيه دي مديالك اريحيه كبيره جدا انت تنظم البطولات دي. فالنهارده الباسكتبول افريكان ليج، خليني اقول لكم حاجه، يعني معلش انا هطول في الخبر ده لانه الموضوع ده حصل قدامي. انا حضرت يعني تم دعوتي على العشاء في الكونفرنس او نايل كونفرنس السنه اللي فاتت من الام بي افريكا، وحضرت كلاعب سابق في منتخب مصر يعني واحد اللاعبين اللي اظن يعني انا شاركت مع منتخب مصر في العديد من الالقاب، فتم دعوتي وحضرت المؤتمر. شفت ساعتها كان الجمهور ساعتها كان في ازمه عدت كده على الجماهير وبتاع، وحصل يعني عزوف شويه او الجماهير ما راحتش بكثافه في مباريات الباسكتبول افريكان ليج. فلقيت بعض المسؤولين في طبعا في الام بي افريكا كانوا يتمنوا حضور الجماهير وان احنا السنه الجايه يعني نتمنى كده وبتاع. فوجئت ان هم كانوا واخدين قرارهم من السنه اللي فاتت بالرغم من عزوف الجماهير انه الكونفرنس السنه الجايه هيكون برضه بنسبه كبيره هيكون في مصر. يعني القصد اقول لكم انه مصر يعني بكل المقاييس وبكل المعايير وحطها على اي يعني مقياس ممكن تقيس بيه، مصر افضل مكان في القاره الافريقيه تقدر تستضيف بطولات بالشكل ده وبالحجم ده وبالنجاح ده. فالنهارده انا بقول لكم بالرغم ان الجماهير ما كانتش موجوده، بس اتصور السنه دي الدنيا هتبقى غير، انه حتى المسؤولين ودول يعني امريكان يعني ما بيجاملوش حد، هم ليهم بيزنس. فالحمد لله يعني الواحد يعني جاله اليوم اللي يقدر يشوف مصر بهذا الشكل وبهذا التطور الكبير في البنيه التحتيه الرياضيه. هنروح لفريق الرجال لكره الطائره، وبعد صعودنا للمرحله الثانيه كان اول مباراه لينا مع القناه، وكانت المباراه على صاله الامير عبد الله الفيصل، والحمد لله عبرنا القناه ببر الامان واستطعنا ان احنا نفوز بنتيجه 3-0. والمباراه بالمناسبه اذاعت على شاشه قناه النادي الاهلي وحضراتكم تابعتوها اهي، شكرا. دي لقطات من المباراه اللي تم اذاعتها على شاشة قناة النادي الأهلي. طبعا بيقود الفريق مستر مونزو المدير الفني. خلص اللقاء 25-16 25-14 25-15. بالمناسبة فريق القناة احتل المركز الثالث في مجموعته وطلع، عشان كده بقينا احنا مجموعة من ست فرق. هنلعب احنا مين؟ هنلعب سبورتنج بتروجيت سموحة. احنا مجموعتنا مين؟ سبورتنج بتروجيت سموحة الترسانة القناة. احنا هنلاعب مين؟ هنلاعب سبورتنج وسموحه والقناه. طب مش ليه مش هنلاعب الفرقتين التانيين؟ لان هم طالعين معانا من نفس المجموعه. هنلعب كام ماتش؟ هنلعب 6. الثلاثه دول سبورتنج وسموحه والقناه رايح جاي رايح جاي. فطبعا كان مهم جدا ان احنا نخش الفريق المرحله دي واحنا كاملين، الحمد لله ما عندناش اصابات. مستر مونزو المدير الفني طبعا الواقف لابس التيشيرت الاخضر يعني على الخط، هو المدير الفني الاسباني. وعايز اقول لكم ان احنا هنحاول الفتره الجايه يكونوا معانا طبعا مجموعه من المديرين الفنيين الاجانب، ننتهز فرصه توقف الدوري
اللي سواء لكرة اليد أو للكرة كرة الطائرة كمان، يعني في أعياد وحاجات زي كده طبعا، أو الماتشات أهدى شوية مع الأجازات اللي كانت موجودة زي النهاردة كان أجازة، فهنحاول نجيب الجهاز أجهزة فنية مهم جدا قبل ما نخش في المعترك اللي هيحصل في شهر مارس وإبريل، إن احنا نطمن عن الفرقة ونطمن قبل احنا ما نطمن. احنا مطمنين الحمد لله كبرنامج الأبطال، وعارفين نادي الأهلي بيوفر اللي الفرق كلها عايزة، ولكن مهم جدا الطمأنينة دي تروح لجمهورنا عشان الدعم. مهم جدا فرقنا دي قبل ما تخش المرحلة دي يحسوا بدعم جمهورهم. كاميرا الأبطال كانت موجودة. خلينا نقول لكم إن احنا هنتفرج على التقرير اللي احنا سجلناه عقب المباراة، وهنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنستقبل طبعا ضيوفنا من الجمباز الرجال في النادي الأهلي طبعا، اللي حصلوا على بطولة الجمهورية يوم 30/12 في 30/12 الشهر اللي فات، او يعني السنة اللي فاتت بقى، ومن 7 أيام بالظبط، وفزنا بطولة الجمهورية سواء فردي عام وفرق. هنتفرج على التقرير ونطلع لفاصل، وبعد كده ابتدي في استقبال ضيوفي بعد الفاصل. الحمد لله رب العالمين، مباراة مهمة بالنسبة لنا في المرحلة الثانية من نظام الدوري. الحمد لله قضينا على بشكل كويس زي ما شفتي والسادة الجماهير شافوا. الحمد لله يعني الجهاز الفني جرب كل اللعيبة، يعني نفذنا التعليمات كلها الحمد لله، وخرجنا من الماتش زي ما انت شفت بشكل كويس، وان شاء الله الجاي احسن باذن الله. طبعا بعد الدور الاولاني التمهيدي زي ما انت قلت برضك قعدنا اسبوعين، خدنا راحه معينه، رجعنا تاني كثفنا التمرينات، ركزنا على المهارات كلها، مهارات الارسال والاستقبال. الحمد لله رب العالمين يعني استعدنا بشكل كويس كاننا فتره اعداد ثانيه. ربنا يكرم ان شاء الله، يعني في الجاي عندنا ماتش اسمه يوم الثلاث الجاي ان شاء الله، مباراه قويه، وبعدين ان شاء الله ماتش سبورتنج باذن الله، بعد كده احصل توقف ثاني في فتره منتخب برضك هناخد لنا فيها اسبوعين ان شاء الله، ربنا يكرم. يعني احنا واخدين خطوه خطوه ماتش بماتشو، عدينا الحمد لله النهارده، ان شاء الله نفكر في بكره ماتش يوم الثلاث، وان شاء الله ربنا يكرم ماتش سبورتنج بعديه باذن الله. الحمد لله يعني ربنا كرمنا الدور الاولاني، فدي صفحه واتقفلت، وبنركز في الدور الثاني. كل ماتش عندنا ماتش مهم، مفيش ماتش سهل. الحمد لله يعني قدرنا من اول الجيم نسيطر على المباراه، ده طبعا بتوجيه الكوتش قبل المباراه في محاضره لينا، تعمل جميل لاعبين ايا كان الخصم مين، فبننزل مرتاحين الاول يعني، والحمد لله يعني هو بيدينا ثقه جامده جدا اللي هو نلعب براحتنا ونلعب بوش ونلعب كره جامد، نضرب جامد ونعمل اللي احنا عاوزينه، بس نطبق في نفس الوقت السيستم، فدي يعني حاجه كويسه لينا، وان شاء الله القادم افضل باذن الله. هو بالظبط كل ماتش خلاص، الماتش النهارده اللي هي كانت السويس فرقه محترمه طبعا، خلاص كسبنا المباراه نفكر في اللي جاي. بالنسبه للثلاث ايام الاجازه اللي عملنا فيهم ريكفري و مساج بقى وكل حاجة، فأخدنا فترة عشان اتمرنا كتير جدا صبح وليل الفترة اللي فاتت 3 شهور صبح وليل، فالناس تعبت جدا اللعيبة، فطبعا الكوتش مقدر حاجة زي كده، والجدول والخطط بتاعته مهيئة لينا اللي احنا نريح امتى، فدي حاجة كويسة طبعا وبتفيدنا طبعا، فالناس كلها كانت محتاجة الراحة دي طبعا، فخلصنا الراحة، ابتدينا بقى من أول يوم نزلنا فيه نفكر في الدور اللي جاي. الدور اللي جاي أقوى، فده طبيعي يعني، نازلين عاملين حساب لكل مباراة، مفيش حاجة مباراة سهلة، فده يعني بيدينا حافز قوي جدا قبل المباراة، فبنخش الحمد لله يعني نسيطر على المباراة من أول الجيم. النهاردة المباراة الحمد لله كان في أداء كويس من اللعيبة، يمكن اللعيبة كانت مركزة دلوقتي، احنا كنا قعدنا واقفين ماتشات بقالنا 10 أيام، فيمكن الحمد لله المستوى النهاردة احنا شايفينه كويس، يمكن في شوية غلطات المفروض إن احنا هنشوفها الفترة الجاية. عندنا ماتشين جايين مع نادي سموحه ونادي سبورتنج، ممكن يكون المستوى اعلى شويه، فيمكن يكون ده حكم اكتر لينا على الشغل بتاعنا، وان شاء الله تمام ان شاء الله. فريق قناه فرقه محترمه جدا، يمكن احنا ضغطنا عليهم النهارده من اول الماتش بالذات بالارسال، ودي قوه في النادي الاهلي من السنين، ودي قوه عند النادي الاهلي، ودي ادت فرصه للكابتن فرناندو ان هو يعمل روتيشن، يغير اللعيبه كتير، يمكن اللي ابتدوا الماتش مش هم اللي خلصوا الماتش النهارده. واعتقد يعني دي فرصه عشان اشوف الفرقه كلها، احكم على اللعيبه كلها، ونشوف الفتره الجايه اللي هيحصل فيها ان شاء الله. اهلا بحضراتكم من جديد، واكيد بنفكركم بضيوفنا النهارده. هو حدث طبعا من الاحداث اللي حصلت مهمه داخل النادي الاهلي، وهو فوز فريق الرجال للجمباز ببطوله الجمهوريه سواء فردي عام او فرق. وبالمناسبه المنافسه كانت السنه دي اصعب، كلمت مع ضيوفي قبل ما نطلع اوف اير انه كان طبعا الفرقه اتطورت بشكل كبير، واحنا كمان كنا عند قد المسؤوليه،
الجمباز في النادي الاهلي بيلقى دعم كبير من مجلس اداره وقاعده عريضه داخل النادي الاهلي. برحب بنجوم الفريق نجوم الجمباز رجال في النادي الاهلي، وبرحب في البدايه بضيفنا الرياضي الكبير جمباز لاعب الجمباز يحيى شراره. نورنا يا كابتن. اهلا وسهلا بحضرتك والف مليون مبروك، ويعني هناخد تفاصيل اكتر منكم. الله يبارك حضرتك يا رب، احنا مبسوطين ان احنا مع حضرتك. نورنا كابتن محمد مختار، منورني ومشرفني. حياك الله. ابتدي معاك يا كابتن يحيى، يمكن اللي انا قلته في الانترو صحيح، حال المنافسه كانت شرسه. ليه كانت يعني الفوز كان صعب وكانت المنافسه شرسه، وعرفنا حتى نيات الجمهوريه كانت ازاي، يعني اتكلم باستفاضه عن البطوله. السنه دي البطوله كانت اصعب بكتير، لان مبدئيا في لعيبه كتير راحوا النوادي تانية، يعني في انتقالات حصلت السنه اللي فاتت، فالنوادي كانت اتقل بكتير، زائد ان هم بيدعموا من الناشئين اصلا، فكان المنافسه قريبه جدا لحد اخر لعيب على اخر جهاز، يعني الدنيا كانت صعبه جدا. احنا قاعدين ما حدش عارف مين اللي هيكسب، يعني اول ثلاث فرق فرق ما بينهم صغير جدا، اعشار ها بالظبط، يعني فرق ما بيننا وما بين المركز الثاني للمؤسسه العسكريه 6 اشهر، وما بيننا وما بين نادي سبورتنج كان درجه و20، ففرق صغير جدا. يعني بنخبط، يعني هو 6 اشهر ما بين الثاني والثالث كمان، بالظبط، يعني 6 اشهر ما بيننا وما بين، يعني في لحظه كان ممكن المركز الثالث يبقى المركز الاول عادي جدا. المنافسه انتهت عند اخر لعيب نزل من فجاه الحظر على الثلاث مراكز، اول وثاني وثالث، ولا بس ما بين الاول والثاني؟ لا، على اول ثلاثه. يا خبر ابيض يا جماعه، يعني لعيب واحد هو اللي هيحدد الترتيب بتاع الفجاه الثانيه. لا ده انا عايز اعرف تفاصيل، ده انت شوقتوني بقى. طيب النهارده يعني، طب كلمني اكتر، قول لي البطوله كانت على كام يوم، وصلنا ازاي، النهائيات اتلعبت ازاي، كم جهاز لعبنا عليهم، هل السته كلهم لعبنا عليهم ولا لعبنا على جهاز اقل، دخلنا بكام لاعب؟ لا انا عايز تفاصيل وديتيل اكتر. هو احنا البطوله بتبقى هي على يوم واحد، بتبقى لو كان يوم 30/12 بالظبط، تمام، هي بتلعب في يوم واحد، نهائيات فردي عام واجهزه وفريق. ممتاز. دخلنا احنا خمس لعيبه، انا ومحمد ومروان عبد الرحمن وعمر العربي، تمام، دخلنا احنا الخمسه على الست اجهزه، لعبنا ست اجهزه، وبناخد بقى احسن ثلاث درجات على كل جهاز. ممتاز. بتتجمع بس بقى الثلاث، انتوا الخمسه، عايز افهم حضرتك الاول. احنا الفجأة اصلا احنا مثلا بتاع 10 لعيبه. ممتاز. بعد كده بيحصل تصفيات بيختاروا منهم احسن خمسه او ايا كان، يعني انتوا الفريق 10 لعيبه، الخمسه اللي داخل البطوله هم احسن خمسه، احسن خمسه هم دول اللي هي اللي درجاتهم هتدخل. ممتاز في ممتاز. لما بنيجي نلعب بقى احسن ثلاث درجات على كل جهاز هي اللي بتتاخد، تتجمع على بس بعض، بس الخمسه كلهم بيلعبوا نفس اللعبه، لازم يلعبوا، يعني انتوا ما شاء الله الخمسه كلكم بتلعبوا الست اجهزه. الله اكبر، الله اكبر عليكم. هو ده دوج الفجاه، دي الصعوبه طبعا. وكمان الخمسه التانيين اللي يعني ما توقفوش السنه دي بيلعبوا الخمس اجهزه، وهم كويسين جدا برضو، بس هو يعني طبعا بتبقى حسبه المدير الفني، ممكن البطوله اللي جايه الخمسه اللي جوه دول بره، والخمسه ما هي كل سنه بتتغير بتنشر حسب اللي جاهز، ودي رياضه يعني، حتى كره القدم كده. ايوه طبعا. طيب انت عندك، انتوا لعبتوا ست اجهزه خدوا احسن ثلاث درجات، طيب احنا وصلنا اخر جهاز كان ايه، والمنافسه كانت بيننا وبين مين، ويعني اديني بقى الحته اللي هي التشوق بقى. بص، ترتيب الاجهزه ثابت، اللي هو يعني كل لعيبه الجمباز عارفينه، فاحنا بدانا ارضي احنا وكان معانا المؤسسه. حلو. بننهي بجهاز ايه؟ بجهاز العقل. كان معانا المؤسسه هو ده اللعيب اللي انا بقول لك عليه، احنا بنبدل مع بعض، احنا بنبدا الاول الخمسه بتوعنا يلعبوا ياخدوا درجاتهم، بعد كده الفرقه الثانيه تلعب، خمسه بتوعها يلعبوا، يعني الفاينل كان بيننا وبين المؤسسه. تمام. يا صبر. حلو. وبعد كده بدانا جهاز بدانا، وفي فجأة تانية بقى على اجهزه تانية، يعني نادي السد بدا مثلا حصان حلق كده، بينهوا بقى عكسنا، يعني مثلا ان هو ارضي هم، احنا ننهي عقله هم، بتمشوا تبادل وتوافق بحيث ان كل يبقى شغال مع بعض. بالظبط. طب هي الماتشات اتلعبت فين؟ في نادي مدينه نصر، في الاستاد اللي عند نادي مدينه نصر. وكان الاتحاد مجهزه وكل شيء، بحيث ان هو كل اجهزه على طول، كل اجهزه على اعلى مستوى طبعا. طيب خلينا يعني نتكلم بتفاصيل اكتر، ايه الاجهزه اللي احنا تفوقنا فيها جدا؟ يعني خلينا نتكلم ان احنا مش كل الاجهزه خدنا فيها اول، صح ولا كله خدنا فيها اول؟ ما هي مش بتحسب كده بالظبط، هو احنا منافسات الفرق بتتحسب ان احنا بنجمع مثلا، احنا خمسه لعبوا ارضي، فنفترض ان احنا جمعنا مثلا 30 درجه. تمام. فهناخد 30 درجه دول، نشوف على حصان حلق مثلا جمعنا 25، ما انا هتكلم اخدها بقى جهاز جهاز. تمام. احنا ايه الاجهزه اللي كنا جايبين فيها فرق حلو محترم بيننا وبين المؤسسه؟ هي المنافسه كانت قريبه في كل الاجهزه تقريبا، يعني يعني البطوله كلها، يعني احنا في الجهاز الرابع كنا احنا الخامس اصلا او الرابع تقريبا على البطوله، عملنا كومباك في جهازين بس. انا مبسوط، هو احسن جهاز عندنا يا صواج اللي بيعلينا هو حصان قبض، هو ده الجهاز اللي بيفرقنا عن انتوا عارفين كده، مقررين على كده، وعارفين احنا هنخش احنا الخمسه نجيب اعلى درجات في 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 الحصان. طيب بس انا بيني وبينك انا سعيد، يعني انا بحب دايما كمان سعد. يعني لا طبعا سعيد بالمكسب،
ولكن سعيد ان احنا خدناه بعد مجهود. فده ياكد ان احنا يعني الحمد لله هو مجهود وتوتر طبعا كان طبعاً. الموضوع صعب يعني كان بطوله واحنا في البطوله يعني تقيله جدا لينا وللناس اللي معانا طبعا لان احنا كل زمايلنا بيحضروا بيتفرجوا علينا بيشجعونا فطبعا لينا احنا واللي بيتفرج علينا كمان بطوله صعبه جدا طبعا كانت بطوله صعب طيب يعني احنا طبعا ناقصين عمر العربي مش موجود معانا اكيد ان شاء الله يعني اكيد يكون معانا في حلقه ثانيه هو الوحيد اللي ناقص من الخماسي اللي لعب وهنجيبه اكيد هنحاول مثلا مداخله بالتليفون يكون معانا نبارك له كمان على الفوز النهارده طيب الاعداد للبطوله دي يعني النهارده انا اكيد ما رحتش على طول الجمهوريه على طول يعني اكيد كان عندي يعني بطولات اعداد كلمني عن مثلا الشهرين اللي قبل البطوله عملنا ايه هو احنا بيبقى في الاتحاد بيعمل بطوله اسمها بطوله الفراعنه بتبقى تقريبا قبل البطوله بثلاث اربع شهور تمام واحنا اتكلمنا عنها في البرنامج هنا بالظبط فيعني دي بتكون تجربه دي مش بنفس سيستم بطوله الجمهوريه لان احنا ممكن نخش لعيب عايز يخش ينافس على جهاز واحد ينافس على جهازين فكنوع من التجربه مثلا للجمل الجديده الحركات الجديده وبعديها بناخد الشهرين التانيين بقى الفاضلين تمرين مش تمرين هو بيبقى اختبارات يعني احنا اختبارات كله بيقيم بالظبط تقييمات عشان خاطر احنا الجمباز دوت صعبه مش حكايات صعبه هي كمان محتاجه ان احنا نختار الدرجات المظبوطه واللعيبه يعني نشوف مين هيفيدني فين فاختاره يعني مش احسن واحد ممكن يكون هو كويس مثلا على اربع اجهزه بس انا قست الجهازين دول اختار مسؤولية مين هل الدكتور محمد فؤاد ولا هل كابتن عمر رايده هو اللي بيختار يعني مين هم بيجيبوا لجنه مخصصه ان هي تحكم لنا طبعا مدرجات بقى وسكورات وكده هو يشوف يتفرج انت عندك منافسه جوه النادي نفسه طبعا لا طبعا بس انت جوه النادي تدخل جوه الفرقه اصلا انت عندك حتى اللي بره الفرقه هم ناس بتنافس فانت الاول عشان تدخل الفرقه دي بعد منافسه قد كده بعد كده تدخل بقى البطوله المنافسه بقى الكبيره الضغط انت مضغوط من اول اسبوع يعني لو انت يعني مضغوط من اول لازم بس اهم حاجه ان الروح دايما بتبقى حلوه بيننا يعني ما فيش اي اختلافات ما بيننا ومفيش كلنا بنشجع بعض انا لسه قايل لك يعني دي لقطات من البطوله لسه قايل لك قايل لك ان الجمباز قبل الهوا حاجه تانية حاجه راقيه طبعا حاجه يعني جميله جدا اخلاق وعلم طيب هنتكلم احنا اتكلمنا عن الفرق الفردي الفردي يا محمد ايه الدنيا مشيت ازاي انا عايز اتكلم بس على اللحظه دي شايف انت يحيى انا اللي لعب على قول يحيى هو اللي قاعد تحت على الارض لا هو اللي هو قاعد على اعصابه اكتر مثلا مني ان انا اللي بلعب انت اللي كنت انت محمد انت اللي على انت اللي على العقل هو اللي على الجهاز الله اكبر والله يعني فضل كله يرجع طبعا للمدربين دي نازله لا لا يا جماعه دول دي تاني ده ده الناس لك كانت حلوه قوي طب محمد عمل جمله من اجمل الجمل هنا مين جهاز الحصان ده مروان اخويا مروان اخوه ده طبعا طيب انت كنت فين بقى ولا مش باينين في الشاشه لا انا كنت مش في الكادر لا احنا هنا كنا لازم نبقى بره بس اعصابكم بقى قاعدين على اعصابكم طبعا احنا كل واحد بيلعب بطوله يعني احنا كلنا طبعا الدرجه بتفرق فكلنا واقفين مستنيين اعلى حاجه لكل واحد لا والنازله حلوه الله اكبر وفارق جسمه وبتاع مين ده محمد انت ولا ده انا بسم الله ما شاء الله الله اكبر الله اكبر لا احنا يعني وده الاحتفالات بقى جامده جدا يا سيدي لا ده حاجه لا ده بص حاولنا نعمل زي الالعاب الجماعيه شويه لا ازاي لا انتوا عاملين شغل الله اكبر جميل وكمان دكتور محمد فؤاد حتى فرحان قوي عارف الفرحه دي جايه ليه عشان كان في منافسه طبعا عشان كده انا بقول لك عشان جايه بعد تعب الموسم كله طبعا لا بس انتوا الله اكبر عليكم يعني ما شاء الله يعني حاجه تشرف طيب هتكلم على الفردي برضو يعني برضو عايزك يا يحيى ومحمد تكلموني عن الفردي احنا عملنا ايه ولعبنا ايه ومين دخل ايه يعني كلموني عن الفردي احنا اتكلمنا على الفريق اتكلم على الفردي شويه هو الفردي العام السنه دي كان بسم الله ما شاء الله عمر العربي كان متفوق فيه بفرق كبير فهو كان هو طلع على اغلب الاجهزه يعني في الثلاث ميداليات يعني في مثلا ممكن انا اكون طلعت رابع مثلا على جهاز او خامس على جهاز محمد نفس الكلام خامس مثلا عقله لكن كميداليات كان هو عمر يعني هو اللي كان ليه النصيب الاكبر يعني ذهب ولا فضه ولا في مثلا ثلاث اجهزه ذهب مثلا وجهاز فضه جهاز برونز كده طبعا ده اد فاليو للفريق طبعا طبعا موجود احنا كنا فرقه واحده اكيد طبعا بس احنا يعني في اول خمس ست اماكن على مستوى البطوله الفردي احنا لينا وجود قوي طبعا مركز واثنين وثلاثه طبعا عمر هو اللي كان يمكن سابق شويه عشان طبعا خبراته ولعب اولمبي ولعب اكيد يعني مع المنتخب حاجات كتير عشان عمر هو كابتن الفرقه برده هو الثقيل اللي في الفرقه قوي فهو حاجه بتسندنا هو اللي بيسندنا طيب المنتخب اخباره ايه انتوا مين في المنتخب مين دخل المنتخب مين بيلعب يعني طمنوني برضو عليكم هو انا ومحمد كنا في المنتخب سابقا يعني بس حاليا لا عشان طبعا ظروف الدراسه والحاجات دي
اللي حاليا موجود في المنتخب عمر العربي وعبد الرحمن. تمام. خش كمان شويه. لا يخش كمان شويه. فهم المفروض عندهم بطوله تقريبا كمان 45 يوم. عبد الرحمن رضا. كاس عالم مؤهل المفروض للاولمبيكس. دي كاس عالم هتبقى فين؟ في مصر. في مصر. في مصر. هو بيبقى في سلسله كاسات عالم. في مصر، في تقريبا في الدوحه. في باريس. قربت. خلاص. يعني هي في اول شهر 2 تقريبا. ده الموضوع داخل 39 يوم، ده دخلته في مهمه جدا لعبد الرحمن، مهمه للعربي طبعا. لو لازم يجمعوا نقاط. طب هم يعني البطوله دي منفصله، نقاطها منفصله، ولا هو بيأكيوميليت مع 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 كاسات العالم؟ هي بتبقى سلسله من كاسات العالم. لا ليهم علاقه ببعض. يعني هو ممكن لو ده دخل فاينل مثلا، هو الفاينل بيبقى اول 8 لعيبه. تمام. لو مثلا ما حلفوش الحظ وكان هو الثامن، بس في مثلا بطولتين كمان بتاعتها ان هو البوينت يعني تجميع نقاط متراكم، تجميع تراكمي. أيوة يعني بالزبط. مش البطوله دي مطالب منه يطلع اول. لا مش لازم. طب احنا موقف، لو انتوا فاكرين موقف عبد الرحمن والعربي، موقفهم ايه وهم داخلين البطوله دي؟ يعني موقفهم مريح شويه، فرص تاهلهم للاولمبياد كويسه ولا صعبه؟ هو طبعا المنافسه شرسه جدا طبعاً. لان اللعيبه من اوكرانيا، لعيبه من الصين واليابان، كل ده لان هي دي بتاهل الاولمبياد على طول. فطبعا الموضوع صعب، بس هم ليهم اكيد فرصه. اكيد. وفي بطوله افريقيا بعديهم لهم فرصه في بطوله طبعا. يعني هو لو قدر يجمع اكتر نقاط من بطوله العالم دي او كاس العالم ده وراح افريقيا، ممكن يروح افريقيا بس يخش فاينل او يخش النهائي يتاهل. يعني قصدي اقول لك ان برده مهم انه يقدم اداء كويس، بس دي مش اخر المطاف. يعني لسه عندهم لسه عنده فرصه في افريقيا. طيب كلموني عن التدريبات بتاعتنا بتمشي ازاي، مين مدربينكم، مين الجهاز؟ عايزين نخش شويه بقى في قلب النادي ونشوف الدنيا ماشيه ازاي، المديرين الفنيين، الكلام معاهم، مين اللي بيعدل لكم. عايز اخش شويه اكتر واسمع منك يحيى، واسمع منك كمان يا محمد، ازاي الدنيا ماشيه جوه الفريق. يعني احنا طبعا احنا الاول المدربين بتوعنا كابتن عادل ربيع، كابتن عمر الرضا، والخبير الاجنبي مستر هيريار جاسباريان، كابتن كريم علي مدرب عام، والدكتور محمد فؤاد. طبعا احنا كلنا بنكون يعني هم طبعا تنسيق معاهم، حطوا البرنامج التدريبي سواء للموسم الاعدادي او لفتره المنافسات، عشان نحاول ان احنا نظبط الدنيا كلها، نكون في البطوله في احسن حال. ممتاز. يعني جاهزين. يعني انتوا شايفين رعايه او بتلقوا رعايه فنيه قويه؟ طبعًا. جدا طبعا قويه جدا لكل واحد وخبير وشغل عالي. يعني طيب يعني خلاص، يعني خلاص احنا حطينا برنامج، بتتمرنوا ازاي؟ يعني قول لي مثلا انت محمد تمرينك بيبقى ازاي؟ يعني احكي للساده المشاهدين. احنا تمريننا لازم يبقى كل يوم اولا، وما بيقلش عن مثلا 4 ساعات. فين؟ في النادي الاهلي الجزيره. الجزيره ده الاساس بتاعنا. ده الاساس. هل ده كان الفرع الاساسي اصلا بتاع الدرجه الاولى وكده؟ ما بتحتاجوش مثلا ممكن حد ظروفه تسمح له يتمرن في الشيخ زايد، ولا دي ما بتحصلش؟ لا، هو احنا درجه اولى خلاص، احنا الموضوع اتحسم ان انت لازم تتمرن هناك. نعم. لو حبينا نروح اهل الشيخ زايد بنروح طبعا وكده، عشان الاجهزه طبعا مستورده هناك اكثر وكده. بس مستمرين كل اساسي في تمريننا الاساسي اربع في كل يوم. كل يوم حد فيش راحه؟ كل يوم. بيبقى طيب. تقريبا رينج من الساعه 2 لحد الساعه 5. الاربع ساعات جمباز ولا يعني 4 ساعات بيبقى كلهم جمباز، ولا منكم يبقى جزء بدني؟ لا لازم طبعا اول ساعه دي جزء بدني. بدني. وبعد كده بقى بندخل على الفني اللي هو بقى الحركات وكده، وبعد كده نرجع بدني تاني. محمد شايف ان حياه لاعب الجمباز ده حياه شقه بأمان؟ طبعا. شقه جدا. بتعاني؟ ها. لا، هو محمد اصلا طالب في طب في جامعه الدلتا، يعني هو بيسافر كتير جدا. محمد انت دكتور؟ بقول لك بص، انا والله العظيم انا لسه قايل لك على الهوا قبل الهوا، قلت لك الجمباز حاجه تاني. ما شاء الله انتوا كلكم بامانه يعني educated enough وشخصيات كاريزما. الجمباز حاجه يعني بامانه، لان انت بتلعب على لعبه صعبه. فانت في كليه الطب. هو بيكون الشخصيه كمان كويسه. انت في كليه الطب؟ جامعة الدلتا. وتحضر تمارينك وتروح جامعة الدلتا. بحضر هناك وبحضر هنا في التمارين، وبسافر مثلا كل يومين لازم اروح اسافر عشان خاطر الحضور والمحاضرات وتسليم الحاجات وكده، اسايمنتات وكده. دي قصة نجاح بصراحة. يعني شقة شوية. يعني بأمانة قصة نجاح ان انت تبقى في طب، وان انت تبقى يعني لاعب وكمان منتخب مصر والجمباز وبتلعب في النادي الاهلي. دي حاجة يعني قدوة لكل الشباب، وده هدفنا ان احنا نوصل للناس ان التوفيق ما بين الرياضه والدراسه مش صعب.
يبقى اللي هيتفوق رياضيا يقدر يتفوق كمان دراسيا, وفي الاخر بيطلع انسان ناجح في المجتمع يقدر يعمل. أيوة. طب انت برضو كلمني عنك يا يحيى, قول لي الدنيا ايه, دراستنا الدنيا ماشيه ازاي؟ انا بدرس بزنس جامعه القاهره ما شاء الله, طبعا برضو 3 4 ايام جامعه بعدين نروح على التمرين. لازم طبعا نكون ملتزمين في الاثنين لان طبعًا. الواحد بيحاول ان هو حاجه سهله دلوقتي. أيوة طبعًا. مفيش جامعه سهله, كله حضور وكل كل حاجه صعبه. الدنيا اتطورت على فكره, انا كنت جامعه القاهره زيك بجد. ما هي جامعه القاهره دي, بص دي ايش ده, انا بعدي من جنبيها كده. يعني جامعه القاهره دي بالنسبه لي ذكريات طبعا كلها. جامعه القاهره دي حاجه يعني تحس يعني تحس بتاريخ وتحس بكل حاجه طبعا. فانت الله يكون في عونك برده رحمه الله. يعني برده التدريب والدراسه برده امور صعبه جدا جدا. ايوه طيب. نفس الكلام بالنسبه لمحمد, بتمرن في الجزيره وبعد كده لو احتاجت كل حاجه كل احنا نفسك. هو التيم كله شغال مع بعض. بقولها لازم تتجمع فجاه موحده, تيجي الساعه 2 التمرين, ميعاد التمرين الساعه 2 بيبقى فيه استثناءات بس هو الميعاد الاساسي الساعه 2 عشان بيبقى موجود بقى الناس الكبيره الجهاز كله بص. طيب كاسبريان المدير الفني او مش المدير الفني, الخبير اللي هو موجود, يعني هل اضاف لكم بصمه؟ يعني قول لي استفدتوا منه ايه, شايفين ايه الفرق ما بيننا وبين المدرسه الاوروبيه؟ هو طبعا ضاف لنا كتير لان هو من المدرسه الارمنيه. المدرسه الارمنيه يعني صعبه جدا. هي ولا بلومبي كان بالظبط. فهي اساسا في كذا حد طلع من ارمينيا جامد جدا, يعني في اللي بينافس على ميداليه حصان القفز في الاولمبياد الجايه من ارمينيا اصلا, وبطل عالم سابق وكده. فهي محتل الموضوع. يعني هي شبه المدرسه الاوكرانيه والروسيه بالظبط في الجمباز. فهي مدرسه شاقه, مدرسه لازم شغل كتير قوي. شقق لا, وبعدين الوجع والالم انت بتشقوا ده. يعني هم المدرسه بتاعتهم الوجع والالم. انت دلوقتي طلعت 10 جمل لازم تعملهم تخلصهم, ما عنديش بقى اللي هو جو في البطوله هيحصل لك بقى روح ومش عارف ايه وكده. لا هو الموضوع محسوب, هو عايز يبقى عارف انت هتطلع تعمل ايه. طيب استفدتوا منه ايه؟ يعني غير ان الموضوع شاق وان هو بيحسب كل حاجه وان هو هل مثلا هتكلم على المستوى الشخصي, يعني خلينا نتكلم على حاله فرديه. يعني بالنسبه لك يا يحيى, ايه اللي ضافه لك المدير الفني او ايه الكلام اللي كان دايما بيوجهك فيه وشايف ان انت محتاج تركز فيه؟ هو طبعا يعني بيضيف على الاجهزه بعينها, يشوف مثلا انا مميز على جهاز مثلا الارضي وحصان القفز, فانا لازم اركز مثلا انا شغال في اتجاه معين هو شايف ان اتجاه تاني احسن, فلا ينقلني على الاتجاه ده ويعلمني فيه ويظبط الدنيا فيه عشان ده الاحسن لي. فهو بيشوف كل واحد مميز على انهي جهاز مثلا ويظبط بقى عليه, يظبط مثلا حركه جديده, شغل مثلا معين, شغل بدني معين للجهاز نفسه. فده طبعا من اهم الحاجات يعني اللي هو ضافها لنا. طيب انا يعني برضو يعني دايما بيكون الامور الفنيه دي لازم ترتبط بنفس الوضع مع البدني, هل هو داخل معاكم في موضوع البدني؟ لا اكتر واحد بقى دايس في موضوع البدني ده, مركز معاكم. ده عامل لنا برنامج مخصوص للبدن, لازم كل يوم تيجي تعمل اعداد معينه. يعني مش فني بس, ماليش دعوه بالبدني. يعني اول اصلا لازم بيعمل لنا اختبار بدني, وبناء على كده بيحط لك النظام اللي هتمشي عليه في البدن. اللي موضوع هو موضوع صعب قوي. يعني مثلا انا نظامي غير نظام يحيى غير نظام عبد الرحمن غير نظام مجمون. انت الله يكون في عونكم بصراحه. بس انا سعيد بكم جدا ونورتوني وشرفتوني بالهنا, وبتمنى لكم كل التوفيق. ودايما الجمباز في النادي الاهلي حاجه تانية وفي كوكب تاني طبعا. محمد مختار لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر للجمباز, بشكرك شكرا جزيلا والف منهم مبروك على بطوله الجمهوريه. الله يبارك حضرتك. طبعا يحيى شراره وضيفي دايما العزيز اللي دايما بينورني, بشكرك نورتني وشرفتني والف منهم مبروك على الاداء وعلى البطوله. ربنا يخلي حضرتك الف. الله يبارك حضرتك. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل ومكملين معاكم مع اعضاء الفريق, فريق الجمباز واللي فازوا ببطوله الجمهوريه, ولكن بعد اهلا بحضراتكم من جديد, ومكملين طبعا لقائنا مع فريق الجمباز رجال بالنادي الاهلي واللي فاز منذ ايام ببطوله الجمهوريه. في الحقيقه منافسه شرسه, يمكن كان الجمباز السنه اللي فاتت كانت المنافسه مش كده, الفرقه تطورت بشكل كبير, يمكن نادي سبورتنج كان بشكل جيد, المؤسسه العسكريه ايضا ضمت مجموعه من اللاعبين وتطورت ادائها بشكل كبير, ولكن النادي الاهلي استطاع في الجمباز رجال بعد منافسه كبيره ان يفوز ببطوله الجمهوريه. مكملين لقاءاتنا مع نجوم الفريق واحد الخماسي اللي شارك طبعا في نهائيات الجمهوريه, لاعبنا اللاعب الدولي لاعب منتخب مصر عبد الرحمن رضا. اهلا بك عبد الرحمن. اهلا بحضرتك, منورنا والف مليون مبروك الاداء وكمان البطوله. بنورك.
اكيد بنرحب كمان بمروان شراره لاعبنا لاعب منتخب مصر السابق ايضا ولاعب النادي الاهلي واحد النجوم الخمسه اللي شاركوا في هذه البطوله. مروان اهلا بيك. اهلا بحضرتك مروان. خلينا نبتدي معاك. يمكن البطوله كانت صعبه جدا وطبعا يعني زمايلك في السيجمنت الاولاني او الفقره الاولى اتكلموا عن صعوبها وان هي كانت لاخر جهاز ما كانتش محسومه. دي حقيقه فعلا. انتوا فوجئتوا بالمنافسه دي ولا كان الموضوع ده متوقع قبل المشاركه؟ هو كان الموضوع كده مدروس طبعا من المدربين بتوعنا المنافسين بتوعنا يعني حركاتهم ازاي والفرق اللي قدامنا والكلام ده كله. شفتوهم قبل كده فين عشان تدرسوه؟ لا دي بتبقى حاجات المدربين نفسهم يعني هم بيبقوا ادرى بيها يعني وعاملين دراساتهم يعني على اللعيبه اللي بره والكلام ده كله. وطبعا بيبقى في بوديوم قبل البطوله يعني الفرق كلها بتشوف بعض والكلام ده كله وعلى هذا الاساس بقى بيظبطوا لنا الجمل والحركات وكل الكلام ده اللي احنا متمرنين عليها بينسقوها يعني صح وبيظبطوا كل الكلام ده. يعني قصدي اقول لك انه خارج الاجهزه او خارج البساط انتوا عندكم شغل كتير جدا. تدرس طبعًا. ان انت ازاي هتنزل تعمل ايه مش بس نازل انت طبعا الجهزة. يعني في حاجات تبع المدربين مثلا لو هيضيفوا حركه مثلا للعيب فينا او مثلا هيشيلوا حركه معينه مثلا او كده الكلام ده كله بيبقى حسب الدراسه والمنافسين بتوعنا يعني لان هم شايفين انت اللعيب اللي هينافسك ايه في الجهاز ده وبيدوا لك حركات وجمل عشان تقدر تتفوق عليه. فالموضوع شغلانه كبيره وقصه كبيره جدا ان انت بتشتغل على نفسك وبتدرس كمان اللعيبه في الفرقه الثانيه. بالظبط يعني هو موضوع دراسات اكتر ما هو شقلبه في الهواء يعني كده. طب انت مروان اكتر جهاز بتفوق فيه بتحب تلعب عليه؟ يعني انا كبحب العب عليه بحب العب على العقله يعني العقله بحس الموضوع لذيذ يعني بس رغم العقله جهاز صعب. يعني العقلة يمكن انا من وجهة نظري الفرجة يعني العادية يعني العقلة جهاز صعب اصعب من الحصان واصعب من الارضي انا شايف كده. بس بحس ان الجهاز ممتع يعني الواحد بيطير ويمسك تاني وحاجات كده يعني. طيب نفس الكلام عبد الرحمن يعني انت كنت متوقع المنافسة دي شايف اللي احنا كان هيحصل ده ولا كنت حاسس ان احنا هنكسب برضو بيبقى ليك احساس كلاعب؟ هو احنا في الاول طبعا انت ممكن تحس ان انت عشان انت كسبان البطولة بقالك سنتين وكل حاجة بس برضو زي ما هم قالوا قبل كده ان هم كانت في اندية عملت صفقات وفي اندية طلعت لعيبة صغيرة احسن بتتطور فكان المنافسه متوقعه السنه دي ان هي تبقى اصعب بكتير من اي سنه واحنا كمان اتطورنا برضو ان احنا مش ثابتين على مستوانا احنا لازم نتطور عشان نفضل نكسب عشان تتحافظ على المكسب دي اصعب حاجه. طيب انت قلت كلمه حلوه عشان نقدر نكسب لازم احافظ واطور نفسي. السنه الجايه المنافسه هتبقى اصعب. السنه الجايه طبعا المنافسه هتبقى اصعب وهيطلع بقى 2007 كمان اصغر من اللي طلعوا بالظبط. فانت لازم بقى عشان تفضل برضو توفق بقى ما بين الدراسه والتمرين وكل حاجه فلازم تفضل تتمرن وتزود تمرينك عشان تفضل تكسب على طول. بتدرس ايه يا عبد الرحمن؟ في هندسه ميكاترونكس. انا مهندس قد الدنيا ده حاجه تشرف. مهندس وطبعا كان بيزنس كمان كان يعني يحيى يعني قصدي اقول ان انتوا الله اكبر يعني برضو قادرين توفقوا ازاي برغم ان الكومباس بامانه لعبه صعبه. ما انت بتبدا بقى تنسق مع المدربين في ان انت بقى هتغيب قد ايه وهتتمرن امتى ومواعيد تمارين فيها بتبقى ثابته بس بيبدا طبعا يحصل اختلاف مع الكليه وكده بس انت بتبدا تظبط لان هاجي بدري شويه همشي متاخر شويه فبتبدا تنسق الموضوع مع المدربين والدنيا بتمشي يعني الحمد لله. مستمتع بالحياه دي ان انت ناسي كل حاجه والرياضه والمذاكره ومستمتعين بالحياه دي لان انا شايف مروان بيضحك بس انت مستمتع بالحياه دي؟ ما عندناش حاجه غيرها يا ابني الجمباز حبيبها كده. لا مفيش حاجه غيرها ده موضوع تاني مفيش حاجه هتبقى متفوق فيها وانت مش حاببها بس حابب انت حابب ان انت تبقى سيريس طول الوقت وطول الوقت ما عندكش وقت ما انت في وقت هتهزر فيه وفي وقت هتلعب وفي وقت كل حاجه بس انت لما بتعمل اللي عليك قوي في التمرين وفي الدراسه لما تيجي تلعب هتبقى مبسوط ولما تيجي تخرج هتبقى مبسوط. قلت كلمه حلوه جدا لما تعمل اللي عليك في الدراسه والتمرين لما تيجي تخرج وتنبسط هتنبسط من قلبك. مروان انت بتدرس ايه؟ انا بدرس بي اي اس يعني طيب ده برضه ما هو يعني خلي بالك صعبه برضه بزنس وكمبيوتر ساينس يعني مع بعض. ايوه هي الفكره ان هو نفس الماساه برضه انت عايش في نفس الماساه نوعا ما بس هو هندسه بصراحه يعني انا بهزر حاجه كويسه ان انتوا نفس المطحنه او نفس المفرمه اللي انتوا شغالين فيها تعليم وتمرين قادر توفق؟ هو احنا بنحاول على قد ما نقدر وطبعا اللي بيساعدنا اكتر ناس المدربين اللي هو مثلا يعني بدل مثلا عندنا كابتن عمر رضا ومثلا كابتن عادل مثلا احنا الفرقه كلها مثلا 10 زي ما يحيى ومحمد مختار قالوا فمش كلنا بنعرف نوفق في ميعاد واحد دي اللعيبه مواعيدهم تختلف بالظبط بيجوا لهم مخصوص بيجوا لنا مثلا يعني ساعات مثلا بيجوا لنا 10 الصبح في ساعات بيجوا لنا 7 بالليل الكلام ده يعني على مدار اليوم كله شغالين يعني لان كيكه اهم حاجه التمرين طبعا فهم يعني بيوفروا لنا الامكانيه اللي انت تيجي تتمرن في اي ميعاد في اليوم يعني عشان اي حاجه تبقى في صالحك يعني حضرتك. طب قول لي يعني تنظيم الوقت بالنسبه للعيب خاصة الجمباز بتتمرنوا على الأقل 4 ساعات صح ولا غلطان؟ تنظيم الوقت للعيب الجمباز حاجة مهمة يعني حاجة مهمة والله أنت تنظم وقتك طبعا أهم حاجة تنظيم الوقت يعني عشان تعرف توفق ما بين المواعيد بتاعة التمرين بتاعتك وطبعا المحاضرات في الجامعة والمذاكرة والكلام ده
طبعا اي لعيب بيبقى محتاج فتره مثلا يعمل فيها ريكفري ويريح فيها لو مثلا في اصابه الكلام ده كله. كل ده يعني لازم يعني بيجي ورقه وقلم بقى تنظيم وقت بقى والجدول بتاعي والكلام ده كله يعني. سعيد بالحياه دي نفس السؤال اللي يعني سالته الحمد لله مبسوط بيها. سعيد ان انت ما عندكش وقت على طول مشغول يعني اصلا ما بقعد في البيت ما بعملش حاجه يعني. وبعدين الجمباز يعني حاجه مختلفه عن الباقي. طب ليه جمباز يعني؟ خلينا نخرج بره اوت اوف ذا بوكس بقى خلاص من الاسئله. يعني ليه جمباز يعني؟ انت لما بدات الجمباز بداته ليه؟ وخلي بالك الجمباز لعبه محتاجه اجهزه واكويبمنت مساعده وصالات. ليه بدات الجمباز او ليه لعبته الصراحه ولا اقول لك؟ لا قول لي الصراحه. ماشي. كان هم اولاد عمتي ابطال غطس، فكانت عمتي عايزاني ابقى بطل غطس زيهم، فكانت عايزه غطس والجمباز الاثنين بيسمعوا على بعض داخلين من بعض يعني. فكانت عايزه تلعبني جمباز الاول بعدين وانا عندي 9 سنين تاخدني غطس، بس انا ما بعرفش اعوم صراحه يعني. فانت قلت لهم خلاص انا قاعد لكم هنا. قلت لهم بس احنا نقعد هنا وخلاص بقى. خلينا على الشط. بس ما لناش في الميه بصراحه، لان فعلا الغطس دايما اللي بيتفوق في الجمباز يقلب غطس يبقى حاجه ثانيه. دي حقيقه. نفس الشقلبازات ونفس الدنيا اغلب الحاجات يعني. يعني بتلاقي نفسك بالعكس ده، هو يمكن جمباز في اوقات اصعب من الغطس. الغطس ممكن تبقى عامل جمله واحده بالظبط، انت في الجمباز او جمله بتاخد 3 4 ثواني لفتره نزولك المايه، انما الجمباز انت ممكن تقعد دقيقه على الجهاز. بالظبط يعني. فالموضوع اصعب بصراحه. طب انت ليه الجمباز برضه يا عبد الرحمن؟ انا في الاول كنت بدات العب جمباز من 3 سنين مثلا، فكان الموضوع في الاول ان انت تظبط جسمك وانت صغير. انت عندك عمر 3 سنين مش من 3 سنين. ايوه. لا انا عندي لا اوضح عشان الناس تفتكر ان احنا 3 سنين تكفي ان انت تبقى زي البطل. طبعا ده من عمر 3 سنين بتخش تلعب جمباز. فاحنا كنا في الاول ان انا اظبط جسمي وبعد كده اشوف بقى الرياضه اللي انا هحبها. مين اللي زقك للجمباز؟ مامتي وبابايا. يعني هم انتوا اعضاء جمعيه عموميه في النادي. عشان كده وجهوك للجمباز. كنا نلعب جمباز وواحده واحده انت بتبدا بقى انت تختار اللعبه اللي انت عايزها. فلا انا عاجبني الجمباز وانا عايز اكمل في الجمباز وبس خلاص. دخلنا صعب وفتح الحوض والولاد بيعيطوا. ماشي. بس بتشوف في الملعب الناس اللي اكبر منك بتعمل حاجات انت مش عارف تعملها وانت صغير، فانت عايز تبقى زيهم. فموضوع فبتبقى عايز بقى تلعب بقى زيهم وتقعد تتشقلب بقى وكده. وانت صغير كمان بعد التمرين كنا بنقعد نلعب في الصاله ونتشقلب وكده لحد بقى لما خلاص بقيت انت تشقلب وانت كبير. طيب يعني شايف اهم حاجه للعيب الجمباز ايه؟ ايه الحاجه اللي تفرق لعيب الجمباز او مهمه تبقى في لعيب الجمباز يعني شايفها ممكن في الالعاب التانية مش مهمه بس في الجمباز مهمه؟ يعني مهم اسمع من لعيبه دوليه الوضع. اهم حاجه عندك ان انت تجتهد في التمرين، دي اكتر من اي لعبه عشان هي اكتر لعبه متعبه، وان يبقى عندك اصرار في كل حاجه عشان انت هيجي لك فترات كتير ممكن اللي هو انا تعبت كفايه، عشان هي اصعب لعبه من الالعاب اللي في الجمباز في الدنيا يعني. فان انت تبقى مش قادر تكمل، لا انا هكمل، انا عاجبني، انا عايز اوصل، انا تعبت قد ايه، فانا لازم ادوس على نفسي. واهم حاجه طبعا تنظيم الوقت يعني، لازم انظم وقتي، انا امتى هتمرن، امتى هاكل، امتى هنام، امتى هذاكر، امتى هعمل كل حاجه. فاصرار واجتهاد وتنظيم وقت. مروان رايك ايه؟ والله انا رايي اللي كده كده يعني اللي بيخلي الواحد يكمل جمباز ده من وجهه نظري يعني، اللي حضرتك مثلا لو جبت اي لعب جمباز حطيته في اي رياضه فممكن يعرف يعملها. صحيح. حلو. انما مثلا يعني لو جبت مثلا مش قصدي يعني اي رياضه عامه، لو جبته مثلا قلت له مثلا اقف على ايديه مثلا او اتشقلب مثلا مش هيعرف يعملها. انما اقول للاعيب ممكن ما باش تلعب كوره يرى. بالظبط. قول له العب اي حاجه باسكت العب. بس فشايف دي حاجه يعني مش اي حد بيعرف يعمل اللي احنا بنعمله. ده حقيقي. فشايف دي حاجه مميزه بصراحه اللي الواحد يكمل في رياضه زي دي يعني. ده حقيقي. وزي ما عبد الرحمن قال اللي احنا دلوقتي بقينا احنا الكبار في الملعب، فالصغيرين بقى مثلا بييجوا يتفرجوا علينا، يجوا مثلا بتحب الاحساس ده؟ طبعا. يسالوني يعني مثلا انت كبرت بقى اللي انت كنت مكبر. اصل احنا بنسال اللعيبه اللي اكبر مننا وكده، فاحنا دلوقتي يعني بنحاول نساعد الاصغر مننا قد ما نقدر عشان يبقى احسن مننا كمان يعني. فاحنا بنحاول يعني. مين اكتر حد في العيله يعني بيدعمك وواقف جنبك وواقف وراك؟ وكاكا اخويا يحيى يعني قدوتي يعني كده كده. وطبعا بابايا ومامتي يعني واقفين في ظهرنا على طول يعني، اي حاجه بنحتاجها، اي مصاريف اي حاجه، البطولات على طول معانا وكده يعني. نفس الكلام عبد الرحمن، مين اكتر حد من عيلتك بيدعمك؟ لا انا مامتي وبابايا واخواتي وكلي طبعا، كل الناس بتساعد في اي حاجه. وموضوع ان انت توفق ما بين الدراسه وما بين التمرين، العيله بتبقى رقم واحد فيه. الله ينور عليك. ان هم يساعدوك يشوفوا لك هتحجز درس ايه، هتعمل ايه في الكليه. استنى قدام المدرسه اخدك وادعي. بالظبط. كنا بنخلص مدرسه نروح التمرين، نرجع تمرين، نرجع ننام او نذاكر في العربيه. يذاكروا لي طبعا. يشتغلوا لك سواقين. يشتغلوا لك مدرسين. والله العظيم. يشتغلوا لك طباخين ومدربين. وبيعملوا كل حاجه. انا عايز اقول والله دي حقيقه. بس تنزل تمرن. وساعات المدربين بيواجهوك فنيا. يعني النهارده لما بنتكلم ان الاسره هي الخليه طبعًا. التفوق اي رياضي احنا بنتكلم بامانه، لانه بقول لك تلاقي الوالده مستنياك تاخدك من المدرسه توديك. ادي سواق. اشتغل سواق وعادي جدا. كل حاجه محضره الاكل في العربيه.
محضر لك لبسك، محضر لك مذاكرتك ومذاكره المذاكره اللي هتشرحها لك، ترجع تلاقي باباك مجهز لك لبسك وغسله لك وكوه لك عشان عندك ماتش. فالحقيقه يعني الاسره المصريه يعني بامانه في موضوع الرياضه ده او في اي رياضي دي الاساس. فاكر كنت نصيحتك انت، انا عجبني في مروان حاجه انه قال ان الاولاد الصغيرين بيجوا يتفرجوا علينا، فانا كنت صغير بتفرج على الكبار. طيب انت لو جالك فرصه وكلمت في مجموعه من اللاعبين وهم 70 عبر الشاشه دلوقتي، تديهم نصيحه، تقول ايه النصيحه تديها لاولاد الصغيرين في الجمباز في النادي الاهلي؟ اهم حاجه ان انت تشتغل على نفسك وتفضل تتطور طول حياتك، حتى لو انت كسبت اي بطوله طلعت الاول ما تقولش خلاص انا كده احسن واحد مثلا في سني او احسن واحد في اي حاجه. ما ينفعش بعد ما تبقى احسن واحد خلاص انا هريح او انا مستواي هينزل، لا انا لازم افضل اتطور عشان مش هتعرف تفضل الاول طول ما انت مش بتتطور. برافو عليك، طول ما انت شغل منتال على فكره. طبعا شغل منتال. برافو ليك. مروان يسقف لك. لا ما انت هتسال نفس السؤال يا حبيبي. انت مروان بقى لو انت جالك فرصه اهو ولاعيبه الجمباز في النادي الاهلي مش في مصر كلها بيتفرجوا علينا دلوقتي، ايه النصيحه اللي تديها للاعيب؟ يمكن افكرك عبد الرحمن قال انت لازم منتال تشغل نفسك تتطور كل يوم بتتطور، ايه النصيحه؟ الحقيقه فعلا يعني لازم الواحد يفضل يدوس على نفسه، ما يجيش يوم مثلا يقول فيه انا تعبت او مثلا يكسل يروح التمرين او كده، لازم على طول تبقى حاطط في دماغك ان انا نازل التمرين اعمل حاجه معينه، عندي تارجت لازم اوصل له. حتى فعلا زي ما هو قال لو كسبت ما ينفعش اقف مثلا لحد كده، لا لازم ادور على بطولات اصعب وادور على حركات اصعب اعملها وادور على الكلام ده كله يعني. ولكل مجتهد النصيب يعني، لازم الواحد يفضل يجتهد على قد ما يقدر يعني عشان يوصل لاحسن حاجه هو عايزها يعني. انت عارف ان كلامك ده بيطابق انت بتقوله بطريقتك وبرده كلام عبد الرحمن بيقوله بطريقته. كان عندنا ضيف احد اشهر يعني الدكاتره في مصر او اللايف كوتشز للعيبه، اللي انت بتقوله كان بيقول لي ان انت تنتقل من قمه لقمه. يعني انت النهارده عندك بطوله جامده تدور على بطوله اصعب، لما حركه جامده تدور على قمه ثانيه وحركه اصعب. التنقل بين قمه وقمه ده يضمن لك النجاح. الناحيه الثانيه شغل المنتال ان انت لازم ازاي بتتطور طول الوقت. الكلام اللي انت بتقوله ده انتوا جبتوه من التجربه، من الاكسبيرينس اللي انت عايشه في حياتك. بالظبط، مفيش لايف كوتش جاله لك، ولكن انت مع التراين ده كده بس انت عرفت. هو الجمباز بيظبط الشخصيه. اصعب يعني لحظه مرت بيك كلاعب ايه؟ اصعب لحظه الاصابه، انك تعمل عمليه او حاجه دي بتخليك مش عملت قادر. عملت عمليه قبل كده؟ انا عملت عمليه في شهر واحد اللي فات. السنه دي عليك الف الف سلامه. عملت ايه؟ عمليه كان عندي قطع في الغضروف في ركبتي. عملت منظار. فموضوع ان انت بتخش تعمل عمليه وان انت بقى تقوم وترجع وتيجي على نفسك وبتشوف بقى الناس بتتطور وانت بقى ثابت، فبتيجي على نفسك وتتمرن وتبقى احسن عشان تيجي تلعب البطوله الجايه. يعني مثلا البطوله اللي معاهم ما كنتش معاهم عشان سبب العمليه دي، فان انت تيجي على نفسك وتعرف تخش الفرقه تاني ان اللي هم ال10 لعيبه اللي موجودين تخش في الاختبار وتكسب وتبقى عايز تلعب. صعب. بس يعني بس تجربه كويسه. مروان لو هو مكتئب بصراحه يعني بعد العمليه دي كانت صعبه قوي. عمل اللي يقدر عليه. اصعب لحظه مرت بيها، ولكن عندي اصابه في ريستي قعدت 3 سنين بس هي ما كانتش عمليه او كده يعني، هي كانت اصابه ما كنتش بعرف احط مثلا ريستي على الارض مثلا او كده. ازاي كنت بتمسك العمليه؟ يعني كنت بنحاول نعالج على قد ما نقدر. طب دلوقتي الدنيا ايه؟ لا دلوقتي الحمد لله وبنتشقلب الدنيا. شايفك بتشقلب. اليمين. الله يسلم حضرتك. ان شاء الله الاصابات دي يعني كابوس ما نشوفوش تاني. ان شاء الله تجربه وبتتعلم منها. طبعا بتتصاب كتير قوي انت لاعب. انا بشكركم نورتنا حضرتك. حاجه تفرح بامانه. احنا لو نقدر نعمل 4-5 حلقات جمباز لان بامانه انتوا حاجه مشرفه يعني، اتصور ان كل اللي شافوه اتعلموا. طبعا مروان شراره بشكرك نورتنا حضرتك ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك. عبد الرحمن رضا نتمنى لك كل التوفيق اكيد مع منتخب مصر ومع النادي الاهلي. بشكرك نورتنا شرفتني. نورك. اعزائي المشاهدين مكملين فاصل وهيخش معانا كابتن عمر رضا المدرب الفريق، هنتكلم معاه عن كل شيء، هنشوف بقى من منظور تاني منظور الجهاز الفني وازاي بيقدر يساعد اللاعبين، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، واللي كان متابعنا على شاشه قناه النادي الاهلي، احنا يعني عملنا لقاءات مع لعيبه النادي الاهلي في الجمباز الفقرتين اللي فاتوا، اتكلمنا من منظور اللعيبه، شفنا اللعيبه تفكر ازاي ازاي بيحققوا الانجاز ده بعد بطوله الجمهوريه، منافسه شرسه جدا مع باقي الانديه. لازم نشوف طبعا اكيد منظور الجهاز الفني ونبارك لهم. طبعا معانا كابتن عمر عريضه مدرب الفريق، ببارك لك في البدايه وعلى الاداء الفرقه وعلى المظهر اللي ظهر بيه النادي الاهلي في بطوله الجمهوريه والمكسب اكيد. الحمد لله كابتن. يعني انا عايز اتكلم في البدايه خالص بقى من منظور الجهاز الفني، خاصه انت كنت لاعب في النادي الاهلي وابن النادي الاهلي، فانت من المدرسه دي وعارف ازاي كيف تدار الامور جوه النادي الاهلي. بدايه الموسم مع وجود هيرو طبعا الخبير اللي تم استقدامه دكتور محمد فؤاد اكيد طبعا رئيس الجهاز، وعلى رئيس الجهاز قعدتوا عملتوا ايه الاستراتيجيه اللي انت حطيتوها؟
الاستراتيجيه احنا من الاول يعني بنشوف اخر سيزون احنا عملنا ايه. يعني احنا السيزون اللي فات خلصنا يا دوبك قعدنا ريحنا يومين بالظبط بس، والشباب نزلت التمارين على طول عشان كان في كاسات عالم وكان في بطوله الفراعنه والكلام ده كله، فبنحاول نجهز ليها. فبتبدا بتشوف البطوله اللي فاتت ايه الغلطات اللي كانت عندك وبتحاول تافويت الموضوع ده البطوله اللي جايه ازاي، وخصوصا اللي انت بعد السيزون ده بقى عندك 11 لعيب وفي ناس طلعت من درجه تانية بقى عندك عدد كبير من اللعيبه، فبتحاول اللي انت تشوف انهي لعيبه هتبدا بتركز عليها واي لعيب عنده مشكله بتبدا تظبطها له وكل الكلام ده كله، واي مثلا لعيب عنده اصابه ولا حاجه فبتبدا تاهل عشان تعرف ترجع تاني. فانت اول السيزون بتبدا بيبقى في اجتماع دكتور محمد فؤاد بيبقى موجود، الخبير الفني دكتور كريم، كله بنبدا نقعد ونشوف احنا اللي جاي محتاجين نوصل ليه، وبنشوفه للعيب لعيب اللي هو مش كل اللعيبه ليها نفس البرنامج. برافو عليك صح. كل لعيب بيبقى عنده 6 اجهزه، 6 جمل مختلفه، 6 حركات مختلفه، وبتبدا تتابع الشباب برده اللي هم في المنتخب عمر العربي او عبد الرحمن رضا، بتبدا تتواصل معاهم انتوا ايه جديدكم وايه الكلام ده كله، فبتبدا تعمل جدول. فمفروض هو عندنا سيزون متقسم، اول حته بتاعه التاهيل البدني والاصابات فترتها قد ايه؟ يعني بتاخد ولا هدي على حسب كل لاعب؟ على حسب كل لاعب، وبتبقى هي اقل حاجه اسبوعين والماكسيمم بتاعك شهر. حلو. ما بيبقاش فيها جمباز خالص. بيبقى فيها جمباز البيزك بتاع الجمباز اللي هو انت بتعلمه اوريدي للشباب الصغيره. تمام. فاللي هو شكل المرجحه، شكل بيسترجع بيسترجع بس اللي هو اساس الجمباز، اساسيات الجمباز ايه بتبدا تشتغل عليها. ده شهر في اول السنه مفروض معاك، يعني اول السنه اخر السنه البيزك ده موجود. ممتاز. تمام. الفترة الصغيرة دي بيبقى التأهيل إذا كان إصابة عندك. صحيح. إذا كان في حركة معينة محتاجة تشغل فيها عضلة معينة بتبدأ تشتغل على العضلة دي مخصوص ليها، بتبدأ بتشوف كل لعيب عايز يعمل إيه، عايز يوصل لإيه، وبتبدأ تظبط الكلام ده. ممكن تلاقي الفترة وصلت معاك لشهرين، في فترة ممكن لعيب بيوصل معاك لست شهور. يا خبر أبيض. يعني أنت ممكن التأهيل البدني بيفضل معاك لحد يعني اخر ربع للسيزون. بس صعب قوي يا كابتن كده، يعني انتوا بتتكلموا على كل لاعب حاله لوحده، وفي نفس الوقت اللاعب بيلعب 6 اجهزه وكل جهاز فيه جمل وكل لاعب ليه جمله غير التاني. مظبوط. وكل يعني جهاز محتاج عضله معينه ومحتاج ريكفري معين ومحتاج مرونه معينه، عشان مثلا احنا عندنا الجمباز ما ينفعش طول الوقت تشتغل فيتنس وتشتغل بدني، هتلاقي حجم العضله بيكبر والمدى بتاع المفصل ذات نفسه بيبدا يقل، فده توديك لحته اصابه. فانت عايز المرونه، انت محتاج مرونه العضله ما تكبرش، وفي نفس الوقت محتاج ريكفري للعضله عشان لا قدر الله ما يحصلش مثلا اصابه كبيره توقفك تعمل عمليه. الحاجات دي كلها بتحطها في الحسبان، هي في الاول وفي الاخر قضاء وقدر. يعني احنا عندنا يعني عبد الرحمن كان عامل عمليه الغضروف، مروان محمد كان عامل عمليه مروان محمد كان في الفردي يعني هو ده لسه راجع برده من غضروفه صليبي. عندنا في يعني في لعيبه كتير، عندنا احمد ابراهيم كان عنده قطع في وتر الكتف، خالد نفس الكلام. فهي كل الكلام ده ما هو بالظبط، يعني هو الجمباز معروف اصابته مش زي حاجه، يعني مش حاجه بسيطه اللي انت ممكن تعرف تكمل. انت لما هتوصل لقدر الله الاصابه انت بتتعب تعبك كله فيما بعد، اللي انت ترجع اللاعب ده ازاي نفسيا قبل ما يكون جسديا، ترجع له على الاقل الحركات القديمه يعمل ازاي، كل الحاجات دي بيبقى ليها تخطيط ولازم يبقى في قعده مره واثنين وثلاثه مع الجهاز الفني. يعني طب كابتن، يمكن انا فهم انا انا انا, أنا عايش معاك الحاله اللي انت بتقولها، ويعني وشايب وبقارن بقى على الالعاب الثانيه. هنا انا اقدر اقول ان في مجهود بيبذل خارج البساط، ساعات عمل كبيره جدا. مظبوط. عشان نقدر نفكر، يعني حتى النهارده بطوله الجمهوريه انت بتدرس الفرقه الاخرى عشان تشوف هتنزل مين قصاد مين. بالظبط. وده هتدي له جمله، هتدي له جمله يعملها عشان يتفوق على المنافس بتاعه في النادي الفلاني. مزبوط. اللي هيلعبه على الجهاز ده على الاول والثاني. مظبوط. الساعات دي كلها والوقت ده كله اللي بيروح ده، يعني بتقعدوا انتوا تشتغلوا فيه، ده الطبيعي ولا انا ببالغ؟ لا، هو ده الطبيعي في الجمباز الطبيعي، عشان احنا دلوقتي مثلا ربنا كرمنا 3 مواسم ورا بعض. اول سيزون مثلا كان في عدد معين من الفرق، السيزون اللي بعديه الفرق زادت، بقت فرقه زياده علينا. السيزون ده صعبه بسبب اللي هو بقينا احنا السيزون ده نازلين 8 فرق قدام بعض. نعم. والثمان فرق المستويات كلها قدام بعض،
يعني ما فيش فرقه ما فيهاش لعيبه من المنتخب، ما فيش فرقه كامله متكامله، مجهود كبير. بس استاذنك يا كابتن، لازم يكون معانا احد اللعيبه اللي ساهموا بشكل كبير في هذا الفوز. اللي الفريق 5 لاعبين من اصل 10، الفريق مكون منه 5 اللي شاركوا بطوله الجمهوريه، 4 كانوا معانا، وفي احد اللاعبين النجوم طبعا لاعب منتخب مصر ولاعبنا الاولمبي وكابتن فريق الرجال عمر العربي معانا عبر الهاتف، كان لازم يكون معانا. وبنقول لك مبروك يا عمر، والف مبروك على الاداء مع الفريق والاداء الفردي كمان. ربنا يخليك، الله يبارك فيك، مبروك لينا كلنا. عمر، يمكن البطوله دي كل ضيوفي طبعا على راسهم كابتن عمر رضا المدرب وكل اللاعبين اقروا ان البطوله الحقيقه كانت صعبه والمنافسه كانت شرسه. من وجهه نظرك ايه سبب المنافسه الكبيره من الفرقه يا كابتن عمر؟ ان في ناس كتير قوي من المرحله الصغيره طلعوا كبار في جميع النوادي، فعدد الفرق زادت، بدل ما كنت بتلعب 4 فرق بقوا 5، البطوله دي بقوا 8، والثمانيه نوادي تقيله فيها لعيبه كويسه جدا من المنتخب. فالمنافسه المره دي كانت اشرس بصراحه، والفكره كلها انك انت بتنافس في البطوله دي غير اي نادي، لانك انت بتنافس ان اللقب يفضل معاك، فدي اصعب من انك تحصل على اللقب بصراحه، انك تفضل محافظ عليه تبقى اصعب على اللعيبه وعلى المدربين وعلى الناس كلها بصراحه يعني. طب عمر، برضو يعني انت ما شاء الله تفوقت في الفردي كمان، يعني خدت تقريبا 4 ميداليات، انا يعني صحيح اللي بقوله ولا؟ اه مظبوط، 4 ميداليات، 5 ميداليات كمان، ده كابتن عمر بيزيد ميداليه الفريق ميداليه الفريق. لا انا بتكلم على الفردي بس، الفردي كانوا 4 في 5 اجهزه والفردي العام ف6 ميداليات. الله اكبر، يعني 5 ميداليات. المنافسه دي اكيد انت سعيد بيها عشان منتخب، انت النهارده محتاج تلاقي منافسه عشان تركز اكتر، عشان انت عندك بطوله في شهر فبراير مهمه لتاهلك للاولمبياد. مظبوط. يعني المنافسه دي اكيد حاجه جيده. طب كلمني عن استعدادك بقى لفبراير، انت عندك بطوله من 15 ل 18 فبراير، بطوله العالم اللي موجوده في مصر، ودي محطه مهمه لتاهلك للاولمبياد انت وعبد الرحمن. اكيد استعدادك ليها ازاي من هنا من هنا من هنا لوقت البطوله؟ عمر، احنا حاليا في معسكر مغلق في المركز الاولمبي في القاهره، المفروض بنتمرن صبح وبالليل، معانا الخبير الاجنبي بتاعنا، معانا الجهاز الطبي بتاعنا لاي لا قدر الله اصابه او حاجه، معانا يعني احنا معانا كل الامكانيات اللي تخلينا نوصل لكاس العالم، مستعدين المفروض، تمرينات كتير، ساعات كتير قوي، ببرنامج تقيل جدا، خبرات اجنبيه ومصريه الاثنين، فالموضوع صعب شويه بس ان شاء الله احنا قده ان شاء الله قدها باذن الله. طيب يعني هل يعني انا مش عايز اسبق الاحداث وكله طبعا بيد الله سبحانه وتعالى من النتائج، ولكن حاسس ان انت هتتاهل، يعني مش هتحتاج تروح، يعني مش هتحتاج تنتظر نتائج بطوله افريقيا، وحاسس ان انت ممكن يعني ان شاء الله تتاهل من بطوله العالم وكاس العالم ده؟ نتمنى يعني نتمنى المره دي قريبه مننا، قريبه بزياده، اللي احنا عملناه كان احد خطوات البطوله اللي فاتت بتاعه الجمهوريه، والحمد لله عملناه بشكل كويس جدا، فان شاء الله ممكن، اكيد ممكن التوفيق طبعا من عند ربنا، وربنا يثبتنا بقى في البطوله ونطلع احسن ما عندنا ان شاء الله. ان شاء الله يا عمر، ويعني ندعو الله سبحانه وتعالى ان ربنا يحفظك ويحفظ كل زمايلك من الاصابه. ربنا يخليك. مهم جدا ان انت تتاهل الاولمبيات، ودي حاجه اكيد هتسعدنا، وان شاء الله بعد تاهلك للاولمبيات هننتظرك هنا في البرنامج ان شاء الله، عشان باذنك يا رب، باذنك يا رب ربنا يحفظك ويمنع عنك الاصابات، يكون يعني خبر سعيد لينا وكلنا تاهلك للاولمبيات ان شاء الله انت وعبد الرحمن باذن الله. اشكرك عمر العربي لاعب منتخب مصر ولاعبنا الاولمبي ولاعب النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا، كان معانا عبر الهاتف، هو احد اعضاء الفريق اللي ساهموا بشكل كبير في فوز بطوله الجمهوريه. كابتن عمر عريض المدرب، ارجع لك في طبعا حوارنا، يعني عمر لعيب مميز اكيد، بس ده كان اداء جماعي، اداء جماعي. الاختيار الخمسه ده كان على اي اساس وازاي اخترتوهم؟ اختيار الخمسه بيبقى على اساس بنعمل زي بطولات داخليه ما بين اللعيبه اللي عندنا في النادي. ممتاز. احنا عندنا دلوقتي في 2 في المنتخب اوريدي، وعندنا 11 واحد في الملعب، تمام، فبنبدا نعمل تيستات ونشوف كل شويه ونشوف مين فين ومين رايح فين، وبنبدا على مثلا احنا عاملين المره دي فوق ال 12 تيست عشان الموضوع صعب شويه. ففي ال 12 تيست بنشوف الافريج بتاع كل واحد، مين اللي هو ممكن يساهم اكبر ومين ممكن ما يساهمش. موضوع يعني صعب قوي. موضوع صعب جدا، وساعات ممكن تظلم لاعب من غير ما تقصد، بس طبعاً اللي هو وجهة نظرك ورقه، يعني هو الموضوع كله ورقه وقلم. انا ممكن دلوقتي في لعيب يجمع اول 5 تيستات كويس جدا، بعد كده يحصل اخر
تستات ما يكونش احسن حاجه، فانت ما تاخدش الريسك عشان ما تظلمش الهيكل بتاع الفريق كله، فانت بتغمض عينك وتاخد بالارقام. بالظبط، هو هو الموضوع كله ارقام. يعني خلي بالك الجمباز حتى التحكيم فيه تقديري. يعني انت ممكن كل حاجه صعبه يعني. هي تحس اللي هو شجره ومتفرعه، كل شويه بتروح تيجي تمسك فرع تلاقي فرع تاني، تمسك فرع تلاقي فرع تاني، فالموضوع بيبقى رخم علينا وعلى اللعيبه. يعني هو يعني مثلا المره دي ربنا كرمنا وكسبنا، انا شايف المجهود كله والسوكسيه المفروض يروح كله للعيبه. يعني هو الجمباز كلعيبه يعني لعيبه درجه اولى، المدرب بيوصل البطوله معلوش اي حاجه، المدرب بيقف ورا يا دوبك يطلع اللعيب، واللعيب هو بتاعه الموضوع، اللي هو انت بتذاكر سنه كامله في الاول وفي الاخر الدقيقه اللي انت اللي هتطلع تعملها، مش ولا مدرب ولا اي حاجه. طبعا مجهودات دكتور محمد فؤاد ورانا، بيساندنا بيوفر لنا كل حاجه، في ادويه في كل حاجه، الجهاز الطبي دكتور كريم مستر هيرو كله بيساهم، بس في الاول وفي الاخر المساهمه انا بشوفها اللعيبه. اللعيب اللي بيروح الجامعه الصبح بيصحى الساعه 8 الصبح، او اللي بيسافر يروح جامعته بيخلص وبيرجع يحضر تمرينه عشان ما يقعش، حصل له لا قدر الله اصابه بيبدا يحافظ على نفسه، يروح علاج طبيعي، يصرف على نفسه ادويه، كل الكلام ده كله في الاول وفي الاخر هي اللعيب. تسمح لي احييك، انا سايبك ما تعطكش. ليه بقى؟ لانه انت النهارده كمدرب بتنسب الفضل كله للاعب، وهي دي حقيقه بصراحه. يعني والنهارده انت يعني ليك دور طبعا، يعني ليك دور كبير. يعني سبب من الاسباب، يعني مثلا في سبب ولي الامر اللي قاعد في البيت اللي بيدعي واللي كان بيوديه وهو صغير التمارين وبيرجع ياخده المدارس وياخده الدروس ويعمل له الاكل ويصرف عليه ويعمل عشان يكبره ويجي لنا احنا في الملعب، يبقى لينا دور. سبب من الاسباب اللي هو يوصل البطوله يبقى عامل كده. انت يعني خليتني يعني اؤمن اكتر كمان ان اللي بيطلع من مدرسه النادي الاهلي بيتعلم. هو ده اللي حصل معايا. يعني انا انت بتقول الكلام ده عشان انت كنت ابن نادي الاهلي. ما هو بالظبط ده اللي حصل معايا. ترجع الفضل للعيبه ومجهودهم ولاسرتهم، يعني وبتنكر بتنكر دورك في الوقت اللي دورك مهم جدا، ولكن انت شايف انه بتقدم اللعيب واسرته عنك. معلش هتقول يا جماعه تاني الاحتفالات اللي كانت بعد البطوله، يعني عشان اوريكم قد ايه الروح النهارده الفرح بالبطوله ده اللي بيحصل في كره القدم، صدقوني بيحصل اضعاف اضعافه في العاب تانيه كتير جدا. الجمباز يمكن لعبه مش شعبيه، ولكن النهارده الفرحه اللي هتشوفوها دلوقتي لما هنجيبها لكم بعد البطوله اهو، يعني عايز اوريكم الفرحه دي. دكتور محمد فؤاد ارجعوا لي كمان سنه كده، دكتور محمد فؤاد اللي لابس نظاره ده اللي ايوه اللي كان بيضحك وفرحان زي الطفل الصغير ده، وده الاداري بتاع الاداري. الفرحه دي يا جماعه مش فرحه، ما فيش حد بيمثل، هم ما يعرفوش ان هم بيتصوروا ولا يعرفوا ان احنا نذيع الفقره دي، ولكن اهو دكتور محمد فؤاد اللي بيسقف اللي هو رئيس الجهاز، دكتور محمد فؤاد الراجل المحترم الجميل، كل الفرحه دي جايه نتيجه كل اصحابنا وكل يعني كله بيجي يحضر عشان يشاركنا. تعب سنه يعني هي عشان ساعه ثلاث ساعات بطوله و10 دقايق نطلع ناخد الميداليه. طيب يعني هل الفرحه دي النهارده للتعب ولا كمان المنافسه كبيره وكسبنا بعد المنافسه دي؟ يعني الفرح ده ايه؟ الفرحه دي هل للتعب؟ هو لكل حاجه، يعني كل الظروف اللي هو ربنا بيجبر بخاطرك بعد التعب اللي انت بتعمله. معلش يا كابتن خلينا الصوره دي يا جماعه، بص لا ارجعوا لي الصوره الثانيه معلش، عشان بتبقى الحاجات دي عفويه ومهم جدا نتكلم معاها مع الجهاز الفني. الصوره اللي كانت قبل كده المجموعه فرحانه وبتضحك وكل واحد باصص في ناحيه وكل واحد بيهني زميله، هيجيبوها لنا ثاني. قصدي اقول لك انه يعني الروح دي مش بس في الالعاب الجماعيه النهارده خالص، يعني اصل مثلا هي اللي وصلنا للحظه دي. انت السيزون احسب كام واحد اتخبط واتعور، احسب كام واحد اتصاب، اهي يعني واحد واحد كده يا كابتن. بص الفرحه كل واحد مبسوط، يعني مفيش يعني هم يعني مثلا عندك اخر اتنين على الشمال احمد ضياء واحمد ابراهيم. احمد ضياء ده كان عنده قطع في عضله البايسبس وعمل عمليه ورجع ولعب المره دي، بس يعني ربنا ما كرموش، بس لعب في الفردي ما دخلش الفريق، بس اثبت اللي هو رجع يلعب جمباز تاني. ومين اللي جنبه؟ احمد ابراهيم ده اللي عامل عمليه في كتفه، لسه يا دوبك نزل البطوله لعب جهازين ما لهمش علاقه، يعني لعب ارضي ولعب حصان حلق، حاجه بعيدا عن كتفه عشان كتفه تمام. وفي الاول وفي الاخر فرحه الفريق كله، يعني انا فرحتي بالفريق، انا بقالي 6 سنين في الاهلي، ال6 سنين انا بمرن المجموعه دي ما شاء الله. يعني اسرتك خلاص 3 سنين درجه تانية الحمد لله ربنا كرمنا باول، وبعد كده طلعنا درجه اولى 3 سنين اول،
فالمجموعه دي اكتر من اللي هم لعيبه على قد ما هم اخواتي الصغيرين. يعني احنا عشنا مع بعض وسافرنا مع بعض وزعلنا مع بعض وشفنا حاجات كتير مع بعض، فاللي هم اسره اكتر ما يكون فريق. فهي المجموعه دي انا بحبها بسبب اللي هم كلهم زي ما حضرتك شفت الجمله بتاعت محمد مختار كده، يحيى قاعد تحت قاعد بيشتغل معاه بعينه وبقلبه، بيدي الحركه هو بره البساط وبره الجهاز. وفي نفس الوقت لو هتلاقي في المدرجات نفس الكلام، اولياء الامور اصحابهم في الملعب الشباب الصغيره كل ده بيأدي معاه الجمله اكتر ما هو ما يكون يعني بيطلع يأديها. ممكن يكون اللعيب صاحبه يكون متوتر اكتر ما يكون هو متوتر، يبقى مبسوط اكتر منه. يعني انا عندي الشباب مثلا زمايلي المدربين بيجوا يشجعوا يعني بقلبهم، تحس اللي هم اخواتي وجايين يفرحوا اللي هم اللي واخدوا يعني خدوا المركز، كانك انت مش انت اللي خدته. يعني هم كل واحد بيبقى ليه سبب من الاسباب، احنا كلنا اسباب، فالمجهود كله بيروح للعيب عشان اللعيب انا بشوفه هو اللي بيبقى شايل اكتريه الحمل. صحيح. ضغط البطوله، ضغط امتحانات، ممكن يكون عنده شكوى وجع حاجه بتوجعه، مش اصابه، عنده شد، عنده حاجه، وفي الاخر هو من التوتر. انت يعني التوتر احنا مثلا وانا بلعب كان بيحصل توتر، ممكن تلاقي عضله رجلك كلها واقفه وشده من التوتر. فكل ده انت بتتغلب عليه عشان انت طالع مع مجموعه عايزين تكسبوا وعايزين تلعبوا، فانت مش بتفكر لوحدك. السؤال هنا بقى ازاي نحافظ على الانجاز ده، ازاي نحافظ عليه السنه الرابعه ان شاء الله؟ ازاي نحافظ عليه؟ طبعا يعني هو في الاول وفي الاخر مجهودنا وتخطيط اللي بنقعد. يعني مثلا اوريدي يوم الخميس اللي فات عدى مع دكتور محمد بدانا نخطط الموسم. دكتور محمد فؤاد. دكتور محمد فؤاد بدانا نخطط، كان ساعتها كابتن كريم عيان ما عرفش ينزل، بس اتكلمنا تواصلنا مع بعض بالتليفون. هو كله بيبدا يكتب تصور معين للسنه الجديده، وبنبدا بعد لما بنكتب التصور ننزل نقعد مع بعض اجتماع، واللعيبه بيبقوا معانا. يا شباب احنا عندنا تصور 1 2 3، ايه رايكم؟ احنا ممكن نعمل كده وممكن نعمل كده. بنبدا نتناقش كاسره كلنا فرد واحد، ايدينا على ايدين بعض عشان نوصل اللي احنا نكسب تاني السنه الرابعه، مش عشان بس نكتفي زي ما مثلا عبد الرحمن قال احنا وصلنا القمه عايزين نروح القمه اللي بعديها. فبنشوف احنا هنوصل للقمه دي ازاي، وكله شغل وتعب وسهر، وبتبدا تفضل حاجات عن حاجات. الشباب كلها ممكن تلاقيهم ما بيسافروش في الصيف الساحل زي الشباب، ما بيخرجوش بالليل، ما بيعملوش، بس كله لاجل اللحظه اللي احنا نوصل لها. كابتن، يمكن احنا عندنا قاعده عريضه في الجمباز في النادي الاهلي، جمعيه عموميه نفسها وحضرتك واحد منها، واغلب اللعيبه بيبقوا اعضاء في الجمعيه عموميه، بتلقى يعني قبول في الجمعيه عموميه وبتحب اللعبه دي. يعني الجمباز في حد ذاته لعبه صعبه، ومش دايما بتكون يعني بتبقى الامور ماشيه فيها سهله، ممكن لعيب صغير يتقابله يكره اللعبه ما يحبهاش لانها لعبه. ازاي بتقدروا تجذبوا اكبر عدد من القاعده؟ عشان كل ما القاعده كبرت الصغيرين كل ما هيبقى عندك الشكل الهرمي افضل وصفوه الصفوه بتبقى افضل. مزبوط. ازاي بتقدروا تجذبوا اكبر عدد ممكن من ابناء جمال عموميه؟ هو اكبر عدد بيجي من يعني الماركتنج للفريق الدرجه الاولى. بنشوف الفريق الدرجه الاولى اللي هو على راس الهرم دول عاملين ازاي واصلين ازاي. انت دلوقتي لو طفل شفت الشباب، مجموعه الشباب دول بيطلعوا يلعبوا ويكسبوا، انت بيبقى نفسك توصل له. صحيح. وفي نفس الوقت انت بتعمل لينك بكل ده. يعني احنا عندنا الدرجه الاولى بيتمرنوا في وقت من الساعه مثلا 2 لحد الساعه 6، في ناس شباب تانية بيبقى عندهم جامعات بيجوا الساعه 6، فانت طول الوقت 24 ساعه الناس شايفاك. فده الماركتنج، ده التسويق بتاع اللعبه دي. اللي هو احنا عندنا الفريق الكبير مثلا كام لاعب من ولاد النادي الاهلي، او النسبه مئويه قد ايه؟ هم كلهم يعني هم كلهم ما عدا عمر العربي. وعمر العربي لما ربنا كرمنا بيه وكرمنا جه بقى واحد مننا، تحسه اللي هو ابن نادي الاهلي. يعني احنا عايشين على الاسس، على الاسس والمبادئ والاصول اللي احنا متربينا. يعني ما خدش وقت انه يخش وسطينا، ما فيش خالص. يعني هو بيفرح مع الشباب اكنه واحد منهم. يعني هو اوريدي واحد منهم، بس برضه لما بيتكلم على الاهلي هو بيتكلم اكنه زي انا مثلا متربي في الاهلي، فما فيش فرق. احنا عندنا دكتور محمد فؤاد، هو استلمني وانا صغير تمام قعد معايا، وهو استلمني وانا مدرب، وهو وقف في ظهري ووصلني للي انا فيه تمام. في نفس الكلام دكتور محمد فؤاد بيستقبل للناس كلها نفس الكلام. يعني هو اب لينا قبل ما يكون مدير فني، هو بيشوف مصلحتك فين. يعني ممكن لو انت ماشي في طريق غلط هو يجي يقول لك عمر انت ماشي في الحته دي،
لازم تروح للحته دي، ومش عشان حاجه، عشان هو بيحبك وبيعزك وبيعاملك اكنه ابنه، يعني مش ملهوش مصلحه ليك. واحنا احلى حاجه في الاهلي احنا بنتعامل من غير مصلحه، يعني احنا كلنا مش بندور على مصلحه حاجه. فعشان كده بقول لك كده المجموعه اللي معايا كحبها لبعض احنا بنشوف بعض اكتر ما بنقعد في البيت. فاحنا بنتعامل كاسره كاخوات، هم اخواتي الصغيرين، انا اخوهم الكبير، العكس، كل الكلام ده. احنا بناكل وبنشرب وبنعمل كل حاجه، فالحب ده هو اللي بيتنقل للاطفال الصغيرين، بيبقوا عايزين يوصلوا للحته دي. تمام. نفس كده الشباب مثلا عاملين بقى لنا سنه كده، هم عاملين بيج على الانستجرام الاهلي جمبازه، بيقعدوا ويهزروا فيه، ينزلوا فيه فيديوهات التواصل دي. شوف الشباب دلوقتي وصلت، اللي هو مثلا انا ليا اخ في النادي بيلعب جمبازه مازال، يعني هو تحت 11 سنه. تمام. شاف كده هو والمجموعه بتاعته والفريق، هو عملوا بيج نفس الكلام اللي هو عايزين يقلده، وفي نفس الوقت لما بيشوفوا الكبير بيجي في ميعاده وبيقف صف واحد بيحترم الكبير، طبعاً بيبدا نظراته ليه اللي هو انا عايز اوصل لكده. يعني مثلا كل الشباب الصغيره اول لما نبقى موجودين في الملعب هو ممكن ما يدخلش يسلم على، هو بيدخل يسلم على مثلا محمد مختار، هو بيحب محمد مختار، وتعالى محمد شوف انا بعمل الحركه كده، ويقعدوا يسقفوا لبعض. فهي دي الخبرات، وهو ده الحب اللي احنا بنبدا نورثه للاجيال. كابتن عمر، هل ممكن نلاقي في يوم من الايام لاعب، يعني يمكن اقرب واحد عمر، عمر العربي، ممكن نلاقيه في الفاينلز في مش هقول ميداليه اولمبيه، الموضوع صعب جدا، بس هنقول مثلا في الفاينلز بتاعت الجمباز على في الاولمبيات، ممكن في يوم من الايام نشوف ده؟ ممكن، مش بعيد. يعني هو الحمد لله عندنا المقاومات الكويسه، عندنا الملعب كويس، عندنا المدربين كويسين، عندنا الجهاز الفني ذات نفسه في ظهرك، عندنا نشاط رياضي بيلبي لك كل احتياجاتك وكل رغباتك، فهي مش صعبه اللي انت توصل. تمام. وعندنا كمان يعني بعيدا عن الاهلي، عندنا في المنتخب مجموعه من الشباب، لا هي يعني توصل وتوصل سهل، يعني خاصه ان احنا شفنا ده في الكاراتيه، يعني الدكتوره جانا فاروق لاعبه اولمبيه وفازت بميداليه اولمبيه بالظبط. فالنادي الاهلي النهارده قدم ابطال اولمبيين، ولكن انا شايف ان عمر العربي ممكن قريب، مش هقول ميداليه برضو عشان ما بقاش ظلمته، لان الموضوع ده محتاج مصاريف واعداد بره مصر ومعسكرات في اوروبا بشكل كبير، ولكن على الاقل يبقى من احسن 8 مثلا كخطوة. هو ممكن، هو كله بتوفيق ربنا، يعني في الاول وفي الاخر ما يعني توفيق ربنا. هو الولد انا شايف يعني عمر العربي هو بالنسبه لي الايدول لاي لعيب جمباز في مصر، هو بيحاول يوصل، هو ما بيبصش تحتيه خالص، هو بيبص على طول قدام. عمر العربي من السنه اللي فاتت للسنه دي هو ما شاء الله عمل حصيله كبيره، ووصل لشيب لو هو نزل بيه بالبطوله بره، انا مش بقول لك هي مش بعيده اللي هو ينزل ياخد ميداليه، ان شاء الله يحصل، ان شاء الله ربنا يوفقه، ونتمنى كل التوفيق يا رب ان شاء الله. جمباز في النادي الاهلي، كابتن عمر عريضه مدرب فريق الرجال للجمباز، نورتني وشرفتني، الله يخليك وجودك، الف مليون مبروك، الله يبارك في حضرتك، ان شاء الله مش اول مره مع بعضينا، ان شاء الله مع بعض ان شاء الله، ونبارك لكم المره الرابعه يا رب ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، دي كان حلقتنا النهارده. سعدت انا على المستوى الشخصي جدا بوجود اسره الجمباز معايا، سعدت بانجازهم الكبير للسنه الثالثه على التوالي بالفوز ببطوله الجمهوريه رجال، سعدت كمان قد ايه مدرسه الجمباز في النادي الاهلي خرجت عظام ولسه بتخرج كمان، خاصه ان 99% من قوام الفريق هم من ابناء النادي الاهلي ومن مدرسه النادي الاهلي واعداد النادي الاهلي. بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، والى حلقه جديده مع الابطال.